لي دقيقة دقيقة بك، سمحوا لي. معليش خويا حسن. بك هاي داخل اللايف دوكا. ما كون ما قلت لي كون عبا كون ما قلت ليش بلي انا ولد اليدين. هاي ما يما هاي بنتي مصطفى، هاي بنتي الشابة. السلام عليكم. الله يبارك ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الزوف الاول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حسن عدلي يتكلم من غرفة سيتي ليدين حي الكثبان. مرحبا بكم كالعادة، راي الغرفة مفتوحة، اللي يحب يقصر أي موضوع مرحبا به. كالعادة غرفة عائلية محترمة، مرحبا بكم. اليوم حبينا نقصر أي موضوع، اللي يحب يدخل بموضوع ما يهدر، سواء كان على الحي سواء كان أي موضوع ما. مرحبا بكم. ياسين راه معنا، والأخ مصطفى راه معنا هنايا، راه سبقوكم. اللي يحب يدخل الغرفه مفتوحه. صافا مال ياسين؟ والله الحمد لله اخويا حسن، لا باس. الحمد لله الحمد لله. ما تجون في اليدين انا؟ لا لا انا نسكن ماشي في دوك، انا رحت انا بعيد عليهم، انا كاري بعيد. اوكي اوكي، ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. انا كنت نسمع في السوجي تاعكم صباح اليوم، كنت تقصروا وبعد ما عجب مصطفى شغل يزعف بالخف، يزعف مصطفى. مصطفى يتقلق، معروف مصطفى. لا لا كانوا يقصروا على كوميونيتي زعما كارتي وقدامنا. اها كارتي. نعم نعم نعم. على العمري نعم، شغل يتقلق بزاف. هي والله غير من الاحسن، من الاحسن نحوسوا على زعما هدف واحد. هدف الهدف تاعنا احنا كاع ولاد حومه. نعم. الهدف تاعنا واش هو؟ الحومه تاعنا تولي احسن حومه في بار اكزومبل في الجزائر. أه. العاصمه هكا راك. نعم فهمت. معليش واحد زعما باغ اكزومبل هضر لك على عندنا زيغو مور باطيمه، اي واحد شغل يقدر يتدخل. انا المستوى تاعي ماشي كيما المستوى تاعك. لا 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 ما تزيدش تعاونها. نو 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 نو، رانا كاع كيف كيف. نو نو لا لا الحقيقه لا فاهمين حسن، انت اخويا تفهمني. نعم. باش نكونوا متفاهمين، المستوى تاعي وتاعك والله ما كيف كيف. انت راك عايش في لندن وقدام منه وتعرف العقليه وعندكم حوايج جدد، فهمت؟ احنا ما عندناش، احنا من كيما خليتونا رانا داروا لنا غير باسريل وبون، وداروا لنا جامع الكبير باش زعما يحاربوا فرنسا، وخرطي في الخرطي ورانا نمشوا هكا. الانسان احنا اوكي عندنا هدف واحد، الهدف تاعنا واش شنو؟ الحومه تاعنا كيفاش نديروا لها؟ نعم. الحومه تاعنا واش نديروا لها؟ نقلبوا على حاجه اللي تنفع الحومه تاعنا وتخدم الحومه تاعنا هكا. نعم. نعم هذا وش هذا هو، لازم نحوسوا على الحوايج الملاح. نعم شكرا. تريبيان شكرا. فانا هذا وش نحبوا احنا والله غير ما دابينا الحومه تاعنا تولي احسن حومه في الجزائر ان شاء الله. نعم هذا وش نعم. نعم كيما تشوف طاليس وش يعجبني يقولهم انا قبايلي، يحوس على القبايل والجزائر قبائليه. والله ما قبائليه، احنا كاع رايحين، احنا كاع نروحوا. نعم. ما راح على لا الجزائر لا تونس لا الانجليز. فهمت كيفاش؟ الانسان كيفاش ننفع حومتي وكيفاش ننفع جيراني وكيفاش ننفع كذا وكيفاش ندير حاجه مليحه. دانيال فوا قصرت مع حليم عيسو في الاستراتيجي. نعم نعم. وعنده في راسه عبك هذه. وقتاش عرفت باللي حليم عنده؟ ماشي وقتاش عرفت، حليم كبير عليا راهو بالك كبير عليك. نعم. ثاني اقسم لك بالله وقت عرفت شت القسمه تاع البلديه اللي كانت بكري في ليدين اون فاصل دارنا، كان يقولنا هذيك لاكاب هذيك التحتانيه علاش ما نستفادوش من هذه قبل ما كان سيبر ما كان والو، كان يقول ما نستفادوش بها نديروها صال دو جو للدراري تاعنا مركز ثقافه قبل ما يكون عندنا والو. نعم. في ليدين هادو حوايج شابين. شوف دي زيدي شحال اللي زيدي شحال شابين. آه. وكل واحد ينفع واحد. والله غير يا حسن خويا دخلت اليوم والله غير شغل راني كيفاش يقول مرتاح. الحمد لله. مرتاح الحمد لله قصرت معاك انت ومع مصطفى مرتاح خويا. صافي الله يسترك. نعم وما دابين احنا انتم راكم عايشين شغل دائما عندكم حوايج جدد، فهمت؟ تعرفوا حوايج خير منا بالك، احنا ماشي تعرفوا خير منا، احنا نعرفوا بصح ما عندنا حتى حاجه نديروها. فهمت كيفاش؟ هذا والله غير هذا. يا شوف يا واحد ما يعرف، واحد ما يعرف خير من واحد. هذه نعرفها والله نعرفوها. واحد ما يعرف خير من واحد
لا لا واحد ما شوف ما تقدرش تقول انا ما تقدرش تقول واحد ما يعرف خير من واحد خطا عليه كيما تتخمم كيما نخمم واحد ما يقدر يكون خير من واحد كاع رانا كيف كيف كاع مستوى واحد ما نقدروش حنا صح لا لا بصح اسكو اكتيالمون انت وين راك انت وين راك دوكا راك في الانجليز وانا في الجزائر كيف كيف نو شوف ما تقارنش ما تقارنش هكذاك ما تقارنش هكذاك نو ما تقارنش شوف شوف دوك نقول لك دوك نقول لك تقدر عباك الناس كيفاش يتعلم عباك الناس كيفاش يتعلم كاين الناس انا شفتهم داو دي زيدي غير من الاوروب بلا ما راح الاوروب داينيدي سمح بيقول ماشي لازم سمح لي خليني نكمل في الفراس تاعي تفضل ماشي كيما يقولوا كما قلت راك في اوروبا سو سوا كلكو سوا واش من بلاد راك عايش فيها بلاد الغربه حاب يقول راك تما راك تتعلم تقدر مام في الجزائر تتعلم خاطر علاش تتعلم عندك كما يقولوا عندك لي فيسيليتي هذوك عندك عندك لافونتاج علاش عندك لافونتاج عندك العلم العلم اللي كاينو دوكا ما كانش من قبل حنا بكري في جينيراسيون تاعنا ولي جينيراسيون من قبل اللي قبلنا ما كاش متوفره هذيك لا تكنولوجي دوكا كاينه لا تكنولوجي كاين الانترنت تقدر تتعلم كلش من الانترنت انا واحد خطره واحد قال لي راح حفف لي في الجزائر وانا عبق باللي انا شغل اعطيني نلبس الشيفون اعطيني اي حاجه اعطيني ناكل لامبورت حاجه ناكلها ما تلعبليش غير بشعري انا شعري غير ما تلعبليش به راك فاهم انا شعري عندي حفاف ملي جيت لهاد البلد ويحف عندي انا من يعني نحف عنده راك فاهم تما ما تلعبليش بشعري تم اخترى في البلاد تلاقيت مع واحد راح نحف عن موح سعيدي تراك اشتانا تعرفوا سعيدي موح خو سفيان راح نحف راح موف نحف عنده ما كاشو قالوا لي خرج من تما فاهم ما رحت له كونيكسيون باش نقنعوا برك اه معلش وين هو ساكن بالك ثقيله معلش معلش خلي دوك يولي ايه ماشي حسن شغل كاين دي جون شغل يقول شوف هو وش حب يهدر مصطفى وش حب يفهمك مصطفى كي تكون دوك يولي كي تكون بعيد خارج على البلاد ولا خارج على البلاصه ماشي واحد كي يكون في البلاصه هذيك زعما انت ان اكزوم كي تروح لبلادكم من البلاد تشوف حوايج مختلفين تعرف تشوف كل حاجة تبان لك ملي كون ساكن تما ما تبانلوش انت يجي واحد من البلاد للالجي سي لا ميم شوز يقول كي قام ينقوش ما يديروش في البلاد هم قاعد ينقوا قاع الى اخره دوك مديتك غير مثال صغير وربك هو واش حاب يقصد ستامبليزير كي نسمعوا منا حنا نمدوا لهم دي زيدي باسكو علاه هنايا كلشي جديد في الجزائر لو كان تروح معاهم في الزوبيه تحسها نورمال لا مصطفى نورمال عادي انا جيني نورمال اه انا جيني نورمال كنا بطلب انت تشوف الزبل بيان بصح نهضر عليه ايه انا معاك راني معاك بصح كي كنا بكري في الجزائر كنا نخدم ولا جينيراسيون تاعنا تخدم ماشي ما تخدمش مي كاين بزاف امور عفايس في البرا محطوطه كرتونه كونتر بلاكي بزاف امور في الطريق هكذا وهنايا كي تجي هنا تقول يا خا واش بهم هادو هبلوا لا قال هو حب يفهم هكا ماشي يقول لك نتوما خر منا نو ما حبش يقصد انتوما على بالكم راكو تشوفوا كثر منا حنا يحب يقول لك حنا بريزاونا خلاص كسرونا ما كان نشوفوا كلش نورمال وخلاص هذا ما كان نورمال ما يقولش المستوى تاعك مختلف على تاعي نو قولوا انت النظره تاعك النظره كيف راك تشوف هالنظره باينه لا فيزيون تاعك فاني نشوف راني نشوف كلش خامش في الجزائر كي نهبط انايا هو مسكين يبانوا له شي عفايس بصح كاين شي عفايس لو كان انا نروح نحيهم ولا نبالي ولا يخزر فيا خوش بيه هذا هبل هي نو انا لا فيزيون تاعي ما تعجبنيش ماشي هكذا هذا ما كان واش حاب يقصد كيف هضرها غلط شويه ماشي المستوى لا فيزيون النظره مستوى ما عنده حتى علاقه مستوى ما عنده حتى علاقه كاين في ليدين طبيب ساكن في لاكاج تاعك يشوف زبل يجوز عليه نورمال ما عندوش ما هذا طبيب وانت مستوى ما عنده حتى علاقه مستوى ليسونسيال ما يهمش انا واش حبيت نقول له كي راح نحفف لقيت هذاك الحفاف خفتو قلت له شوف قلت له راح نقمر راح اعطيك راسي تحفف لي راك فاهم قلت له باك انا شعري ما نحبش نلعب به انا نحب شعري يا اخو راك فاهم المهم راح حفف لي بدا يحفف لي
قلت له يا اخو قلت له شانك تتحفف ايموجين يا حسن، ايش قال لي؟ قال لي ما عنديش عمونا نحفف. كي كمل له كي كمل قلت له يا الحمد بابا كيفاش تعلم، كيفاش تعلمت الحفافه؟ وش قال لي؟ قال لي تعلمتها في اليوتيوب. ايه افهم تعلمها في اليوتيوب سبحان الله. نعم شوف باش تشوف لا فولونتي هذيك اللي عنده فهمت، والقوه اللي عنده تما شوف شغل. علاش يقول لك لا تكنولوجيا مليحه؟ فهمت تكنولوجيا مليحه. نعم. تتعلم بزاف حوايج تما تقدر دي دي زي دي غير من الانترنت، تروح اليوتيوب تحب تعلم الطيب الطيب يكذب عليك، هي كاع لا فولونتي راك فاهم. الانسان ما يكونش ما يكونش كما يقولوا ما يحقرش روحه جس، ما يحقرش روحه. نعم وما يعجس فوالا. علاش كما يقولوا كاين دي جون، كاين دي جون في الجزائر كان وليد حومه فلاكش تاعنا دار حسين تعرف حسينو؟ لا لا حسين حسين دار كشتانة تاع السات لا فامي وحاشي محمد وحاشي والله مش فيه تعرفوا تعرفوا تلاكش تاع فلاكش تاعنا ايش كنت كاميطاش عنده وليده الله يبارك قسما بالله يا حسن يهضر انجليزيه خير مني خير مني انبليفبل. عباك شغل هذا الكونفرسيشن معاه زاد تما عباك شغل هو الشوك. لا لا اه زيت في الجزائر كيفاش يهضر انجليزيه غير توحد ربي كيفاش. قال لي قريت راني نقرا منا ولا انترنت اليوتيوب تعلم ماك فاهم سوتو كي كون صغير يتعلم تم دار لي كونيسونس مع الناس في ماريكان يتعرف مع الناس في ماريكان شغل يدير كومينيكاسيون معاهم يتعلم راك فاهم يهضر ما شاء الله. انا العلم مازال كي البحر راك فاهم توجور مازال تعلم راك فاهمني. الانسان ما يحقش روحو توجور يكون كيما نقولو بيان سور يا لا في كونتيني كيما نقولو الله تحقر روحك. نعاودو نولو على السيد هذاك حسن قال لك وليد حومه مسكين تاع ما بعينو فيه زوج هضرت مع فاتح من قبيله عيط لي قال لك يسكن تحته في الباطيمات راك فاهم. هو عطاني نيميرو كونت انا مديتو لواحد العباد راك فاهم عطيتو مام لشاكر دحماني وان شاء الله فيها خير ان شاء الله راك فاهم. حوايج كيما هادو حسن كاين الناس لاباس بهم بزاف علاش ما يعاونوش. كان الناس في الحومة هكذا شكرت عندهم الناس ما شاء الله لاباس بهم ربي يزيد لهم ما يقدروا يعاونوا يشوفوا واحد مريض منا الوقت بدلها واحد مريض تشوف واحد مريض هكذا مخصوص عاونوا شنو سيكوا بعد باش انا 40 50 مليون والو راك فاهم. لازم الناس تعاون ثاني يا الله مستعان يا ربي تمنح يديروا حومة هكذا. أنا ولينا ليها تروح تولي أكتسيهم باسمها تاع الكوميتي وما مشيتش أكتسي تاع من نتسيهم اسكو قادرين ولا لا لا فهمت كيما دي تاع الدراهم يحطوهم معكم كوميتي هذه دوك ماشي لازم يمدوا ماشي يدوا ماشي يروحوا يخدموا باش يدوا باش كيما يقول لك مبادره هذه بينيفول الناس مد لهم من هنايا هما يمدوا له الى اخره. السلام على الله خصماتي السلام عليك خصماتي اشعل عليه بالخير قول له لا ما تسلمش عليا ادخل هم مشغول فهمت يوجد الامتحانات. محمد خليفاتي السلام عليكم ربي يعاونه. بصح حسان دوك عباك بلا نحو كوميتي ما ديش كوميتي ما يكونش قلبك على حومتك انتك تهدر عن نظافة على هذه أمور. بصح كوميتي لازم كاشي كي تصرى حاجة تطلع للبلدية ولا الولاية عندك لاغريمو لو كان تطلع البلدية بلا حاجة يستقبلك كإنسان عادي. صح كي طلع كوميتي واحد يمثل نقوله ألف تحومة هالي بصح حسن كومان سيتوايان نعم. كومان سيتوايان كي يروحوا جوج عيبات ثلاثة عيبات كبار نعم. يطلعوا يروحوا عند السلام ورحمة الله عندي زعفتني مصطفى دخلت
قلنا له خليه راه يوجد امتحانات وانت تعينها فيه. انا نقيس انا كلامي كيفك تعرف سمعتي. والله البارح كنت شويه عيان. معليش يا اخا واش البارح كنت عيان الله معذره. نعم مصطفى راه مقلق على الجمعيه هذه تاع كوميتي كارتي ولكن والله غير كويس. انا بعثت لكم ميساج مازال ما عرفوش. تعرفهم الناس اللي كانوا في الكوميتي ديجا من قبل. والله ما نحب نهضرنا في الموضوع لان هضره شوف هذوك هضره بلا فعيل ما نحبش. نعم نعم نقطع يا اخي تعرفني يا خويا. نعم نو مصطفى شوف لو كان جينا معاك. شوف مصطفى اسمعني هادو عباد راهم كيما يقولك بينيفول راهم يديروا لا يحبوا يخدموا لا ما حبوش راهم بينيفول ما تقدرش تفورسي ولا تهضر عليه ولا تسيفو. ايه ماناش نو حسن حنا ماناش نفورسيو حنا رانا نقولو وندون لو ميساج برك هذا ماك وندون لو ميساج حبينا نقولو اللي راهم في الكوميتي اللي راهم عندهم الكاشي راه فيدهم مازالوا حنا قلناها ونعاودوها على بال بلي كاين الكوميتي بصح راهي الفرع ما طالع ما راهوش يمشي راهو حابس عاطل معطلا مؤقتا هذا واش قلنا ما قلناش ما خدمتوش ولا خدمتو اعطينا الكاشي. السلام عليكم الله خير سلام صباح بارك الله يا مصطفى واش كنت تهضر بها نورمالمون مزال تهضروا عليهم. نعم قبيله كنت نسمع فيك كنت نسمع فيكم قبيله ما عندنا غير نورمالمون. شوف انا كان جاو جمعيه كيما التيرا هذاك اللي راهو كيما وراه حاشاك فيه الزبل ياكلوا واش قلبهم يروح يديروا فوضى. الجمعية غير كي يلعبوا لي امتحان الانتخابات يبانوا زيكو. اسمح لي نهضوا لا لوجيك البلدية هي اللي تستكلف البلدية يا خويا ما كلكش قلبك هذوك مازال نعاودوا نزيدوا نعيطوا اما دابيا ما نعيطوش هذاك نكون ما نعيطوش يعني راسي والبلدية واش يدير يا خو مي سبحان الله البلدية واش يدير انا فهمتني انا نهضر لايف ثاني معاك انا شوف انا نعم نعم نعيط اليوم غدوة واحد ما نعم ياسين نعم ياسين رانا نسمع فيك ياسين. نعم 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 تكلم سلام عليكم تكلم حسن مرحبا مليح معليش شغل قريت عندي ما كاش مشكل والله الشيخ سماتي انا قريت وقيل ما قريت عندك قريت عند رمكي وقريت عند الاخر بعد الشيخ انا مش من لا قرينا عندكم احنا كاع قرينا لا 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 عندكم على ميكانيكسيون لا لا كنا لا كونيكسيون راحت لك انت والله غير حبي من طاطا ما زعفتش مني مقبله ياك. ايوا انا ما كملناش الهضره وانت بالك شغل بالك تقلقت مني حبيت شغل تصاعد توري. نعم السلام عليكم. نور الدين شيخ والله غير شوف احنا تاني رانا مقصرين اونطرن والله غير يا خويا حسان يا مصطفى وخويا محيو تراو معاكم ياك والله غير احنا تاني رانا مقصرين الحي تاعنا احنا نورمالمون احنا تاني نوضو تاني للفيقو احنا نقي لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم احنا تاني لازم نغيروا على بالك علاش المسؤولين هادو اللي راهم في الحكومه ولا راهم في البلديه ولا راهم مدير تاع شركه ولا كيشوفوا الانسان صح كيشوفوا باللي هذا راه قايم على دار ولا جام ولا قايم اوتوماتيكمون هو يخافك هو وحده يروح يتصحح ولا غير يروح لا والله غير شوف والله غير احنا ماشي بارك الله لا احنا بيناتنا جيران احنا بيناتنا كي نكونوا احنا متفاهمين بيناتنا اقسم لكم بالله انتم خاوتي شكرا غير كلش يتسقم والله ناسين قلتها لهم قلتها لهم عندها حاجه واحده شهور كي نتفاهموا مع بعضنا سمعنا الغالب الناس قال لك نتفاهموا احنا بيناتنا اقسم بالله غير كلش يتسقم كلش قال نخموا هاد لا مش
شنو ماشي نو حنا انت عندك راي وانا عندي راي وحسن عنده راي مصطفى عنده راي كاع عندنا راي شكرا. الانسان واش يدير يسي يقلب على هذيك لاست كاين حاجه صغيره بالك حسبنا تفاهم بالك لاخاطش ولا انا نتبعكم ماشي بالك معكم بالك انا خديت منكم بزاف انا ما نقصرش معكم بزاف بصح نتبع حسن ملي دار هذه الجمعيه هذه دارها والله غير نتبعكم واش كاين عايز نشوفهم ماشي متفاهمين بيناتهم في الهضره بالك هذا تاع بنبي وهذا تاع دوكا وهذاك ما كاينش الله يعطيك الصحه يا سي واحد هذا كلام صواب خويا يا سي كيفاش حنا نطوروا روحنا هذا ما كان هذا سمعتي هو ما بك وانا نستفاد من واش حبيت نقول لك حنا حبينا بك نبينوا على هذه تاع الكوميتي كاتي هذه هي حبينا نقول هما يدخل واحد يقول انا كنت الجمعيه اسمعك قانون الجمعيات يا مصطفى اسمح لي نورمال مور 4 سنين تتحل الجمعيه نعم كل 4 سنين تتحل الجمعيه ويديروا جمعيه عامه الى زكاوها وجدوها اللهم بارك الى ما جدوهاش يديروا اعضاء واحد اخرين اما هذه الجمعيه اللي تبقى طول وشاده الكاشي ما هيش قانونيه لخاطر مصطفى الستاتي وش يقول في الستاتي لازم تدير المدة نتاع 4 سنوات إلا ما جددتهاش تموت الجمعية الكاشي ما عنده حتى معنى يا واش قلت أنا قلت لهم هذاك هو قلت لهم أنا قلت لهم دوك نهضروا بالنفاق ولا باش نهضروا حنايا بارك الله فيك قلنا هضرنا كلمة قلنا هذه الجمعية ما كاش ما يكزيستيش قانون هذا هو قانون جمع هذا قانون جمعيات انا ليا ما تكزيستيش سبحان الله يا خويا كنت هي خاطر عندها انديري تموت 4 سنين بارك الله مثلا جمعيه عندك جمعيه بارك الله الا قعدت لي في الجمعيه 10 سنين و10 سنين ما درت والو ما عطيتليش البيرو نتاعك فارغ سكو صرصرك قعدت 10 سنين شوف البيرو نتاعك فارغ اعطيني هذا برهانكم شوف كل قانون الجمعية مصطفى كل 4 سنين يتغيروا ولا يزكوهم إلى خدمة مثلا يديروا جمعية عامة ويزكوهم المجلس بس هذا اللي قاعد لي وبالمدير لا تجديد لا زكا ولا والو ما يكذب شيء قانونيا ما هو إلي دوسي ما كاش والو يكذب عليك ما يكذبش يقول نعرف القانون الجمعية شخص سمعتي حبيت نسقسيك سؤال من فضلك اسكو اللي عطالو الطابع هذا الكاشي على باله بلي كل 4 سنين تخلص المده تاعها على بالهم والطابع راهو عنده في الدار مريح في الدار احمد ما يكزيستيش هذاك يا حسن خلاص ما عنده معنى ما كاش واش يتنازلوا يمدوا كلش ما يقدرش يتنازل علاه ماشي يتنازل وهو ما كاش حسن وقت وقت هذا كل طومبون اسمح لي عليكم دقيقه مصطفى سلام عليكم لاضات ماتت تاع الجمعيه لاضات ماتت سي بون لازم تجديد سي بون ولازم تجديد الجمعيه اما يزكوها المجلس ولا يجدوها مثلا المجلس ما ثقش في هذيك الجمعيه فهمتني اما دقيقه مصطفى ايه تجديد من فضلك شخص ماتي شكرا جلولي السلام عليكم سلام اهلا بك هذه غيبة هذه والله غيبة شنو خلي شويه الداله للجماعه طونزون طون ماشي غير واحد يمد لنا معلومات ولا لا لا نعاودوا فيها احنا الاخ جلولي اليوم واحد سقساني والله العظيم غسقساني عليك قال لي يا ربي عيط الاخ جلول يفهمنا بك على الجمعية هذا هو الموضوع تاع اليوم احنا واش قلنا في حيل كثبان ما نهضروش كاع المحمدية في حيل كثبان عمارة ألف وعمارة باء والحي تاع 632 لوجمول تحت والفوق و 618 حبينا نشوفوا الرؤساء تاع الجمعيات ديالهم المشكل وراه المشكل الصغير اللي وراه جمعية كاين وحدة تاع حي الكثبان راهي مكتوبة عندي هنا حي الكثبان عمارة ألف وباء عمارة ألف قالوا لنا باللي الأخ جلول
وفريد قلت لك فريد اسمه يزيد يزيد هاشمي يزيد هاشمي ولا هاشمي وكمال كمال اسمه يا ربي جليت وشكون اللي معاهم يا ربي نسيت واحد زوج ولا قال لك راهم في الجمعيه اولا ثانيا في عماره با كاين الاخ بوزيد بن يوسف من مدخل 24 الى مدخل 27 ولتحت المدخل 17 هو اللي قشوا حاكم بصح تاع الرياضه وتاع في سونترون دو لوجمون تاع وين دخل فيها امين بنينان وفارس العلالي ورمضان الشلام الى اخره وتاع سي سونترون دو لوجمون اللي جاي الفوق واحد براني نسيت اسمه وقاع ومن بعد نجبده لك يجيني كاين واحد الامور راهم يصراو في الحي لو البارح صرا الغاز في سي سونترون دو لوجمون جمعيه راهي هذيك اللي سقسيت عليها هذيك نهار صوف صافي مور القسمه نعم كاين جمعيه لامين وجماعته هما اللي يعرفوا نورمالمون هما يهضروا حنا دوك انا واش درنا الخلاصه عندنا بزاف حنا نهضروا عليها عندهم طابع لو كاشي هذا لا بليبار دي باساو 4 سنين ولا اللي بداو جدد صح في الغرفه هذه بزاف ناس انا نهضروا وتعاود الاشرطه تشوفهم قال لك ما عرفناش كل جمعيه ولاد الدين ما يعرفوش معناتها الجمعيه الجمعيه جامي راح تولد السكان وتقول لهم فوالا نحن وانتم انتم نتفاهموا الى اخره ما والله ما فهمنا الاخ جلو عبا كلها ولا تقول مشكله هنايا شوف حسن القانون نعم تكلم مرحبا بك تكلم صلى الله يسلمك القانون القديم هذاك الجمعيات راحوا قاعد يسود اوكي صرا القانون الجديد باسكو هذاك الوقت خلطوا في السياسه واحد يقول لك لجنه مسانده تاع بوتفليقه صراو فيها خلاط نعم. صراو الدراهم يا وي دي مانيبيولاسيون كي جا تبون بدل القانون دوك يقول لك 10 دير جمعيه عندك العشرة يجتمعوا يخرجوا البيرو نعم. المكتب نعم. هكذا هذا كان بي بي تاع الويسي تحطها في البلدي هذه على المستوى البلدي سي لو البلدي واسمه المير هو اللي يعطيك لاغريمون اه ولا درتها ولايه لازم نتايا وتجيب جمعيه واحده اخرى اور بلديه واحده اخرى تحضر معك في لاسومبلي بلديه اخرى فهمتني محمديه مثال بار اكزومبل تجيب انايا ونتايا حبينا نديروا جمعيه وطنيه ولائيه في ليديوم لازم نروحوا نجيبوا بريزيدون داسوسياسيون نفرض ولا مباب زوار ولا خارج اسمه خارج المحيط تاع البلد هادو بون بكري كان فيها الكاز جوديسيير فيها امور دوك نحاهم دونك فاسيلمون تقدر دير لجنه حي يا اوكان بروبليم مي هذه انا كان عندي سيفري كنت حاكم من سيتي لي دون من الان للسيس مي هذيك راحت من لونسيان ريغلومونطاسيون دركا كنت راح ندير وحده سرت من بعد حبست ما لقيتش اللي بارك الله الناس اللي تخدم معاهم مي اللي كانت في حومتك حسن كان قابضها جولياط ابراهيم صحة ومن بعد الفوق كان بوزيد نعم الصور الفوقاني من لاكاج 27 للفوق كان واسمه جمال عباس الله يرحمه نعم ومن البوشي للفوق كانوا حاكمين شبيلة وشريف بن موسى وحنا كنا من الآل السيس كنت أنا ومسات الكاتورس كان قادر بالعيد قادر بالعيد سور لا باس دو سا اون كريين كورديناسيون تاع الجمعيات نعم كريناها على مستوى جبنا كليمونفيل سيتي ميديترانيان 632 لي دون طماريس لي بان كرينا تنسيقيه سكون ابلي تنسيقيه سي اون كورديناسيون دي اسوسياسيون من هذيك جا رحماني الى كري لو سي 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 كونسي كوميونال كونسلتاتيف واسمو لو سي 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 وي ايه 3 سي قال لك هذا الكونسي كونسيسيون كومينال هو اللي يمثل الجمعيات ولي زورغانيزاسيون دو ماس ويلازم له بيرو في البلديه فهمت يا توتا في وقت لي داك في وقت لي داك في وقت سليماني لا تشفى سماتي في وقت سليماني صح درنا يخدوكم الكليب دو با وقيلا رحنا للوسمو مع رحماني رحنا لولايه دالجي هذا كان واسمو كان سرباح بعد تمنى
طرطقنا لافير تاع لي 620 لو دو تيرين اللي تسربوا في الطماريس صرات عليها فوضى كبيره. بعد حنا فوطينا على قمراسي درناه في سي 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 كي درناه في سي 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 جمال جمال قمراسي جمال اوكي ها. ومن بعد ولات شويه خلوطه راح كلش دي سي راح كلش فلابوبيل وراه اليوم الحالة كما راك تشوف فيها راهي هامة كل واحد على حسب على حسب قولك جلولي كلش ما كانش جمعيات ما يكزيش غير قدم ما كانش انا بن... القدم يروحوا مع القانون القديم سمعتي خلاص قانون جديد بارك الله معنى هذوك يا حسن اللي عندهم نيكاشي ما يسوى والو صح ما عندهمش ما كانش جمعيات لا درك الا كان عنده شوف الا كان عنده جمعيه ولا ريت واسمه لاغريمون جابوا من عند درك لكن لجنه تحيه ويجيبوا من عند رئيس البلديه أيوة. ولا كان ولائيه ويجيبوا من عند الوالي دالجي لا لا جلول نهضروا على القدم على القدم درك على بالي فهمت القانون الجديد على بالي القدم ما يكزيشوش ما يقولش انا راني نهار تبدل القانون نقرا القانون القديم وقرا القانون الجديد قريت كل اربع سنوات خلاص لا خاطر لا خاطر الجماعه راهم فاهمين باللي الجمعيات هذوك القدم راه مازالهم قلت لهم انا خلاص راحوا قلت لكم ما كاش انا سبحان الله ما كاش ما كاش وما كاش راحوا مع شوف هو امين امين دار البي في الجماعه في 632 وامين على باله بالقانون الجديد باللي الجمعيات القدم راحوا هكذا امين هو امين على باله امين امين يقدر يعطيك معلومات على على هذا القانون الجديد هو هو باسكو يدير لي بي في الجمعيات نعم بارك الله فيك صح أمين السلام عليكم أهلا بك شراكم لاباس أمين لاباس الحمد لله الله يسلمك يعيشك ما خليناش قاعد تستعفى غير تخدش راح نسقسوك ما عليش ما عليش ومش بعت البالون البارح اليوم دورها شوية سياسة الله يبارك البارح صافي بليزير الله جا خالد رحت لي كونيكسيون قريب تخبط راسي على الزجاجي جانا حسن وش بيه الكونيكسيون بارع قادر تروح راحت لي وليت زدت عاودت لها انا انا ما نبوجيش ما نبوجيش فهمت راحت الانترنت تاعي وليت لا ميم شوز خلاص فشلتي معليش امين حبيت نسقسيك درنا شريط صباح وكانوا قاعد يتناقشوا به وصبح لابليبار زعفوا يقول لك الحومه ما يشتخدم وهذه وهذه دخلت الجمعيه بالهضره قال لك هذه الجمعيه دوك نهضرها اللي جاي لتحت وتاع بوزيد وتاع الفوق وتاع فاطمه جديده الناس اللي راهم في المهجر والفلع التعديد تاع اللي راهم في, في, في الغربه احنا نقولوا ما على بالهم بوالو عم بات لهم الجمعيات راهم اكزيستي والناس ماهيش تخدم هذه اولا ما دوك ما راحش نقولوا الناس ماكوش تخدموا باسكو راهي بينيفول ماشي بالسيف وحاجه ثانيه كي سقسوا تاع اللي مسكنين في الحي العمري وجماعته كاع قال لك احنا جامي سمعنا بها جامي جاودينا جامي سقساونا جامي قالوا دايرينها وحدهم بالك دوكا ما يهمنيش انا هذا كيما قلت نحو الشك هذا صحيح حسن امين حسن يا حسن نعم. سامحني نعم. سامحني نعم نعم سامحني استدير لا نوفيل لوا 10 من الناس يديروا جمعيه اني با اوبليجي دابورتير لي جون انا قلت لهم ديك نهار 10 يكفي اسمح لي افيك تو مي ريسبي لي جون باش ما نكونوا صراحه avec 10 personnes tu peux faire une association et tu peux faire une cage faire 24 locataires dire faire 4 associations الله يبارك كل 10 يديروا جمعيه كل 10 يديروا جمعيه دبر راسه عندنا 5 شهور من اللي قلتها لك يا حسن ايه هكذا امين هي 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 تقدر تكون 7 ثاني تقدر تكون 7 كيما امين امين عندكم 7 انتوما امين لا لا دي خرجوا 7 المكتب للبيرو في 7 المكتب تخرج دو 5 à 7 نا يكون امبير ما يكونش بير ايوا لا 5 7 فهمتني طريبي تبقى اون فوا اون فوا هذيك هي اللي تقلب في الفوت شكرا امين تفضل نسمح لنا امين تفضل من فضلك اسمح لي الكوروم الكوروم باش تاسس جمعيه لازم لك 10 عباد يكونوا في الحي النصاب النصاب باش تاسيسها جمعيه باش تدير تاسيس جمعيه الحي لجنة تحية هكا لازم يكون عندك 10 عباد نعم. من 10 عباد للفوق هذا ما كان عندي بزاف ملي قلتها ومن بعد شوف نعم. يا حسن يا حسن نعم نعم انا نروح بعيد انا نروح معك بعيد كيف تحت كيف تحت الدوسي هذا نروحوا بعيد انا شو بو بروبوزي كيما ولاد ليدون نعم. عندنا 36 كاج هكذا يا سيدي كل واحد يا من كل كاج نجيبوا زوج
نديروها ماشي غير ولائيه، نديروها نديروها وطنيه. واحد برك قدر له يكفي واحد، واحد من كاج عندنا 30 بيرسون ندير واحد من هكا حق ربي نطيب يالله يبارك. هاي يلا الله يبارك. هاي هاي طرو واحد برك. هذه سيتي بروبوزيسيون هكذا، وإلا مشات مرحبا يا يلا أمينة، وهنا يدير لنا البي في ويدخل معنا كمستشار قانوني يلا عنده. ها يا خويا ماشي مشكل. ها لا لا صافي نعاونوكم أمين كم أمين زيد فهمنا الله يزيد، زيد عطينا الزيادة كما قالنا جلو الله يعطيه الصحة، زيد عطينا كش حاجة اللي ما نعرفوهاش. دوك حاليا باش تكون على بالك الجمعية الأحياء ما راهمش يكزيجيو المقر، هاي الحاجة المليحة. الرئيس المقر هو العنوان تاع الجمعية، بكري كانت الجمعية تاع الأحياء يكزيجيو المقرات. لا لا أمين لا لا سامحني أنا دايرها كنت كانوا لادريس يديروها على الدار، على بالك كنت تبدل نهار جابوا تفليقة ولا يكزيجي لك المقر. أيوا بكري بكري في وقت شاد لي لا لا أنا دايرها لادريس على الدار، أو عندي لاغريمون نقدر نوريه لك قديمة لي زوني 90، أو عندي لادريس دايرها على الدار. أنا نحكي لك الحالي جلول الحالي داكور هاي ولات شغل تاع لي زوني 90 درك. أيوا الحالي رئيس الجمعية العنوان تاعو يكفي باش يكون مقر الجمعيه، هذا ما كان تما ماهمش يكفيو يعني كيما زمان كانت لازم يجيب مقر يروح يكري اللوكال لوكال نعم كانت فينونسيالمون تجي ثقيله، هذه حاجه مليحه. دوك مام دوك واش فيها ماهيش حاجه كبيره، 3 بيرسون يروحوا البلديه يديروا ان ديموند عند المصلحه الجمعيات يطلبوا فيه رخصه باش ياسسوا الجمعيه، هذا ما كان تاسيس الجمعيه واش فيه يوجدوا القانون الاساسي يكونوا 10 عباد المينيموم تاعها 10 عباد الفوق يجتمعوا وين يرخصوا لهم البلديه يجيبوا لويسي جوستيس، ويسي جوستيس واش يقراو كاين مراحل تاسيس الجمعيه، كاين 10 اعضاء المؤسسين لازم يكونوا محددين، من 10 اعضاء المؤسسين يكون المكتب التنفيذي يكون فيه رئيس، يجي 5 ولا 7 يكون رئيس نائب الرئيس ولا امين العام امين المال، تقدر دير رئيس نائب الرئيس امين العام نائب امين العام امين المال نائب امين كيما حنا لاجوان ديالو درنا 7 واش قالت درنا 7 قلنا باش كل واحد نديرو الرئيس تاعو كيغيب الرئيس يكون لاجوان تاعو، انا هكا خممنا ويكون احنا خممنا من هذا الجانب. واش فيها تقرا القانون الاساسي يصدق عليه الجمعيه، انتخابات على طريق رفع الايدي تاع الرئيس والاعضاء تاعو، تسميه الجمعيه ودير ان بي في دو جستيس 20 دوسي في البلديه، ماشي حاجه صعيبه هذيك راهو جنون راهي سهله خير من العوام اللي كان يحكي عليها جلولي، كان تروح الولايه تجيب طوريزاسيون مع الدراك ما بك صعيبة دوكا صح واش دوكا امين امين ها دوكا هاك انت هاك وضحت او جلولة وضح هكذا دوكا وجلولة ورفد يدو قال لك انا جلول انا راني واجد كوميدي ولا موتيفي هو واحد منهم ويقول لك انا راني هنا وقالها لايف راني هنا، يقدر بالك جلول تانيك مع معرفته الناس اللي يعرفهم اصحابه من لا جينيراسيون تاعو il peut proposer les gens pourquoi pas بالقصره يقصر معاهم يجبد دي جون يقول لهم ها واش كاين نعاودو نحيو حومتنا راهي ميته لازم نعاودو نفطنو ها واش كاين هاو يقول لك جلول دوكا او يقول لك انا خلاص انا رفت يدي هذوك الايامات شغل جبدت روحي انا حبيت ندخل ما كاش اللي يعاونني تما دوك يد وحده ما يتصفق دوك انايا دوك انا قلتها ونعاودها يا ناس اللي يخاف ربي واللي راه يصلي 5 صلوات في النهار يا اللي يصلي 5 صلوات في النهار لازم حتى الصلاه تاعك هذيك باش تجوز لك ما لازمش تنوفق مع روحك ولا مع الناس الا تقدر تدخل سهله حبيت النيه تاعك صادقه تجي تخدم بالنيه الصافيه اروح، ويلاش تروحك نتايا باش تدخل كوميتي
باش تدخل للمصلحه غير ريح في الكوزينه تاعكم. انا هذا واش عندي كلاري؟ معليش معليش تحب تخدم اروح تخدم. حسن نعطي نقطه نجاوبو معليش. لا لا تكلم امين من فضلك تكلم. معليش نجاوب. شوف باش نعطيكم واحد المعلومه من جهه المعلومات. بالك بكري كانت فيها الجمعيات والبيجي وهذه الحكايه. دوك هالجمعيات سيدي بينيفول ما عنده ما حيدير رئيس الجمعيه والاعضاء تاعها. راه الحكايه سي كورديناسيون ما بين الكارتي ولا بي سي. هذا ما كان ما راح يزيد ما راح ينقص. الجمعيه عنده قانون يمشي عليه عنده اللوا يمشي عليه. بالك بكري راح الثقه بالك الناس داروا امور خارجه على القانون. تاع درك راه الكوميسير كوميسير كونت شاك لا فان دلاني لازم يكون عندك رابور تقرير مالي. لازم يكون شاك ان بيلون. لازم يكون عندك البيلون يكون عندك ان كونت راك فاهم. جميع حاجه تدخل ولا تخرج لازم تجوز على ان كونت هو يكون فيها. شاكاني يجيك الويسي جيستيس يدير لك جمعيه عامه عاديه اوردينار لازم هديه باش تمشي تقعد تمشي دائما الجمعيه. هذه هي اللي كاينه. تسمى بكري كانت صح لانارشي شويه كانوا في الحومه 10 يتلاقاو يديروا كوميتي كارتي يديروا غير اسماء وسيناتور ويديروا. تاع درك راهو بالويسي جيستيس وكاين قانون وكاين كوميسارو كونت وكاين كاع الامور هادو. ما كاش حاجه اللي راه يلعب كوش دروات. اللي حاب يخدم عنده هنا واش يعود يا حسن هي النيه. اللي حاب يخدم لو بينيفول اللي حاب يكون بينيفول اللي حاب يخدم ولا باش يجي كاش ما يقول كش ما فيها ولا ما فيهاش ما فيها والو نعطيها له من درك بالك. اسمع اسمع نحلو شوف 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 كنت وقت هذا تكون الكوميتي هذه هاد الكوميتي هذه كي تكون امين. الا كانت كما قال لك جلول دوك انا راني واجد الحمد لله يجيو 3 4 5 عباد ولا 6 ولا 10 ما يهمش شحال كيتفاهموا يديروا الكوميتي يتكلوا على ربي. ميم حنا اللي رانا في الغربه هنايا سواء في فرنسا ولا في الانجليز ولا في امريكا ولا في هولندا نسيو نديروا ان كونت نمدوه واحد مولا ثقه اللي يخاف ربي ثانيك. هذه تلعب دور الانسان اللي يخاف ربي فهمت نعطوا له كونت فهمت فيه الثقه اللي يخاف ربي نولوا نبعثوا له نديروا انكاس يا ولو كان 5000 في الشهر نحطوا حنايا اللي رانا في الغربه نحطوا 5000 في الشهر. سيكوا 5000 في الشهر والو نحطوا نبعثوا له 5000 في الشهر ما سحقوا حتى واحد من ليدين ولا من محومتنا. حنا اللي راه في الغربه كاع حنا اللي نتواسى حنا اللي نتعاونوا نحطوا دراهم بهذوك الدراهم نسيو نخدموا بهم عفايس نشرو بالك ترونسبور العجايز نشرو لي زومبيلونس تاعنا بريفي خاصة المحمدية ما سحقوا حتى واحد يعاوننا حنا نعاونوهم فهمت حاجة حسن نشرو لي زومبيلونس صغار نشرو مع على باش دو ترونسبور تاع لي زيرجونس نسحقوهم كي اي حاجة تسحقها المحمدية راك فاهم كاين بزاف امور تعاونوا فما باش نكون على بالك الا ديروا كوميتي كارتي الكونستا من عندي كلش انا نعاونكم في الاخر امور يعني انا باش شوف هكا تما الجماعه يديروا بارك الله فيك خويا امين الجماعه يحبوا يذكروا على ربي على اليدين يحبوا يديروا كوميتي كارتي تما امر المالي ولا ما يخموش من هذا الجانب نعاونوهم من الله يسترك خويا امين شكرا امين شكرا واش حضرت الاخ ديكلاريت هديجه نعم مصطفى من فضلك دقيقه الاخ امين شكرا واش قال رانا كاع نسمعوا ان شاء الله هذا الشريط راح يتبارطاجا كاع ان شاء الله. الاخ جلول يحب يتطوع كما يقول لك ماشي باسم واحد ما عنده الحق يفورسيه ولا ما يفورسيش حب يتطوع يغير على حومته كما رانا نغيروا حنا بيان سور. حنا واش نقولوا دوكا هذه جمعيه راهي بينيفول كما يقول لك مبادره يعني كما يقول لك راهي باطل في سبيل الله في سبيل حومته في الصدقه الجاريه ما عرفتش انا كاين لا جينيراسيون جديده ولادو ومو يخلي حاجه يخلي كما قال الطراس تاعو في حومته. دوك حنا ما نفورسيوش الناس من فضلكم هضرنا عليها بزاف وبزاف. كاين شي ناس دي فوا يضربوا النح سمانه زوج ما تتقلقوا حومه راهي هكذا وما كاش والجمعيه وهذيك هذيك ما نفورسيوهمش حنا ولكن او امين شو شهد لكم امين شو الاخ جلول بديناها شويه هاي بدات تبان دوك الحاله لي كومونتي اللي رامي كومونتي برا من فضلكم سيو شاركوا معنا مدونا حاجه ان شاء الله تكون ايجابيه لا تمت حاجه سلبيه وما على بالكش من فضلك سيميو اسمع ما كان لهجه اسمع ديجا راهي منيحه. حنا واش نقولوا هذه رساله لصحاب حومتنا
عماره الف عماره الف وعماره با وكاع الجوار 632 لا فيجيليس كارتي بيلار الى اخره. ان شاء الله نتعاونوا، هذا ما كان ما عندنا حتى حاجه زياده. ام هذا الشريط الناس لا تشوف فينا كاع هذا الشريط في يوتيوب كاع ام يقول لك هادو عندهم غير على حومتهم، هذا ما كان ماناش نضرب ولا واسمو ان شاء الله على حومتنا. شكرا حسن، زيد نخطبك. نعم نعم معليش نعم حسن نعم تكلم. نعم انا نعطي بروبوزيسيون يعني، كنت تخرجوا او جلو لي يسمع ويبريباري خمسه عباد مباطمه جديده وخمسه عباد مباطمه قديمه ويتكل على ربي. هادو هما كان بيرسون مباطمه جديده. انا هذا ورايي باش تكون ايغاليتي، تما تكون حاجه سواسوا. يخرجوا خمسه مباطمه جديده وخمسه مباطمه قديمه 10 حاول عندك كوميتي على حي المحمديه كونتي هذا ما كان عايش. امين امين جاب لي ربي. دوك هاو كيما جلول، جلول قال لك انا راني واجد. كاين ناس بالك ما تقدرش تقدم، فهم؟ كاين ناس يقول لك ما على باليش انا دوك، ما نقدرش نقول لك يحشم ولا يتكومبليكسا ولا راك فاهم، يقدر ما على باليش انا يروحوا ليه الناس ما على باش كيما جلول كيما قلت على ما نهضروش على الناس اللي قادرين راك فاهم. خلينا اللي ماشي قادرين نهضروا على الناس اللي قادرين، نخمو كيما قلت ايجابيه ان شاء الله. مادام انا نقترح يعني يا نقترح كاقتراحات كيما او الاستاذ شيخ جلول او قال لك انا مبادر وكذايا او العمري زيدوا تما هما يخرجوا، العمري يخرج منا والاخر يخرج منا، نقدروا يوجدوا 10 عباد. اوكي سمعتي او سمعتي بالمعرفه تاع الله يبارك يحبوا راهو وانا رايي باش يدخل راهو مدير وانا رايي يكون كوميتي هكا يفهم ميلونجي ميم لي جان زيدوا دخلوا دي جان هكا تاع الكارتي لي نعم دخلوا لي جان ما كاينش. اوكي شيخ سمعتي والله يبارك قادر يروح يقدر يبروبوزي لهم. لا لا باش تكون فاري، باش تكون فاري الكوميتي تاع الكارتي مختلف السن ميلونجي بين لا جينيراسيون والله كاين اللي يفطوا العزائم كما قال حسن اللي راهم يكومونتوا برا، كاين اللي مام كي واحد يحب يدخل الجمعيه كاين الناس يفطوا العزائم يا مصطفى. هاي الناس اللي ما يشجعوش الناس. نعم نعم مثلا شغل جنوني عاد نقدر ندخل نروح لعند جنوني نقولوا لا لا غير ما تدخلش، فهمتني ولا فهمتنيش؟ كاين الناس ربي يهديهم ما تخدموش، خلي الناس تخدم. شكرا جبدوا رواحكم. معليش هذوك صحاب صحاب النيجاتيف. معليش شكرا شكرا شكرا. ياسين ياسين تفضل من فضلك ياسين. نعم نعم السلام عليكم خوتي. جلول خويا ما حقت بك مقبله وامين خويا ثاني كيف كيف. انا حبيت نقول لك حاجه حسن، نضيف حاجه برك. الشيخ سماتي وخويا جلول هما ناس كبار وناس عندهم خبره في الحومه هذه، فهمت كيفاش؟ ماذا بهم هما يقترحوا علينا عباد للحومه هذه اللي يقدروا يعاونوا ويديروا اضافات للحومه هذه، وهما يعرفوا وحنا نوافقوهم الراي. لا كانوا ناس ملاح حنا نعرفوا ثاني، ماشي غير هما يعرفوا، حنا نعرفوا ونوافقوهم الراي. لا كانوا يعرفوا عباد، هما كبار علينا وعندهم خبره ويعرفوا كوميتي الاولى، يعرفوا كاع الناس تما في المحمديه، فهمت كيفاش؟ نعم. وحنا نكون معاهم موراهم، احنا العسكر تاعهم نتبعوهم. هذا واش حبيت نضيف انا. شكرا. كاينه حاجه اللي شويه تقلق شويه. الاخ العمري كل يوم يدير شريط، كل نهار يدير شريط. مقبله دار شريط ومقبله دخل بالزعاف، زعاف شويه درنا مقبل شريط. قال لك انا مازال ما فهمتش حاجه، المكان هذاك اللي جاي تاع اللي تقابل 632 دو لوجمون امنه على بالك وراه الكارياج طاح. كاين زوج بريمير تما ابتدائي، دري صغار يجوزوا من تما، رئيس بلديه محمديه يجوز تما، لوبيجي يجوز من تما، الشرطه يجوز من تما، الحمايه يجوز من تما. ما فهمناش حنايا اسكو دزاير ما بوندونيا ولا يشاركوا. العمري وحده يخلي ولاده يخلو خدمته يروح يفيلمي والناس تما. نعم نعم حسن عليك ورئيس البلديه راه من تما الاعضاء ديالو. نعم حسن نعم نعم شكرا مصطفى شكرا. نعم هذا المشكله هضر عليه العمري يعطيه الصحه بليزيور فوا كثر خيره. شوف احنا هنا في لاتر رئيس البلديه افيك اكيزي دريسيتور وحكينا له كاع
واش رانا نطلبوا وحكينا له على المشكل تاع الشونتي هذا. دوك المسؤوليه على باك وين راهي؟ راهي المسؤوليه عنده راك فاهم. نعم. احنا قلنا له احنا مشينا معاه بالقانون بصفه قانونيه درنا له نيكري اوفيسيال بالكاشي واسمو وحطيناه عند البلديه هضرنا له فيربالمو هضرنا له فيزيونمو هضرنا في الفيديوهات عندك في الروم تاعك هضرنا بليزير فا ودرك زدنا درنا احنا الجمعيه تاعنا. انا مانيش انا ماشي بيركزيكيتيف انا عضو مؤسس باش نعم 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 احنا باشرنا درنا نشاط درنا نيكري كتبنا وبعته لك فارس او عندي او عندي او عندي نعم طالب اللي راه مكتوب تماتيك كاع واش كاين لقينا تما فيك كان بعث لك لاكيزي وغلط هما مو يبعث لك لافيلي فيها لاكيزي ريسيبسيون بعدا نقولوا لي بعث لك باش تبين بلي رانا درنا له فيك لاكيزي ريسيبسيون دوك المسؤوليه وين راهي عند المسؤول احنا درنا اللي علينا راك معايا حسن نعم نعم شكون المسؤول امين مسؤول بلديه دوك حنا درنا اللي علينا درنا له نيكري دوك حنايا لا ما جاوبناش هو دوك اوني اوبليجي نطلعوا عند الوالد ديليغي ومادا موراها نطلعوا عند الوالد الجي دوك حنا ما حبيناش نصعدوا احس اسمح لي كمل لك باك مصطفى حنا ما حبيناش نلحقوا للفوق حنا قلنا نروحوا ايطاب ايطاب حنا رحنا ليه اون افي ليكري انا سنا منه الجواب من سيمان ولا دي سيمان ما كاش جواب اوبليجي نروح عند الوالد ديليغي موراها لا ما كاش جواب من عنده نروحوا للوالد الجي راك معايا واش حبيت نعم 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 احنا راح نمشوا ايطاب ايطاب احنا حضرنا في لي فيديو وحضرنا هي شوفه البلديه راهم يخدموا لي بروجي ويديروا تاع انكرياج تما ما قدروش يديروا انا هذه اللي حير لي راسي راهم يخدموا في البلديه راهم يرقعوا راهم يديروا في الطرطوارات راهم يديروا في الكودرون راهم يديروا كلش حاجه مليحه ما نش نقولوا حاجه ماشي مليحه تاع انكرياج تماتيك اش يديروا الفوا با علاش هاد ليجونس هادي تما مخلي قول انا نهضر مع المسؤولين هضرنا مع المصالح درنا ليكري درت انت في الروم درنا لي فيديو واش بقى نزيدو حساب انا درنا كاع اللي عندنا الناس كاع سمعت بالامر هذا دوك لابال عنده دوك لابال راه هو مسؤول عليها جميع حاجه تصرا في الحي تما هو اللي مسؤول عليها هذا واش امين اسمع ياسين عندك الحس ياسين ياسين شكون شاف التلفزيون حسن على بالك شيكي حسن شيكي أمين معلش يا أمين يا أمين هذا شحال فيه إيش حاجة شحال كبير هو كبير وقل الروح هذا قال كارتي هذاك سامحني وين جيت تيرا تاع بلابيسين نورمالمون يديرو بيسين هذيك التيرا لتحتها كيما زينب ام المساكين كيما زينب ام المساكين كي اوفاس ديسبونسر تاع ليجين عبد الحميد الليفاتي الله يرحمه كيما قال صافي عييت لك اليوم السلام عليكم المغرب كيفاش نتاع السلام عليكم الله ما عندك هذه ورا هي مصطفى عييت لك اليوم ما قال ما شكون شاعل التلفزيون شكون شاعل التلفزيون أجلون صح أمين لباس يا أمين حسن. أمين سلام صحة أنا وياك الحس راهو الحس بزاف لي جان الحس الحس الله يستركم تلفزيون ماني نسمع والو أناني نورمال ما كاش الحس نسمع نسمع تلفزيون يا أمين أمين وي وي جلو شحال لا كلوتير هذه شحال فيها لا لونغور ا بو بري والله ما أعلم بالي صراحه واحد ملايين ملايين متر عينك هي ميزانك شحال ابوبري 2 متر ما با 2 متر لا 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 الشيخ سمعتي سمعتي نجي هذه منا ونجي هذه منا ونجي مع مع الباركينغ لا 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 وين مفتوحه وين مفتوحه صافي بريز كاع مفتوحه شفتها من قبل مالي بالعقل برك فيها 100 متر والله منين هكا فيها 100 متر بلوس بلوس 100 متر فيها 200 متر 200 متر مثال مثال يا عجب وهذه 200 متر في الناس هذو ما كانش مسؤولين ما يخافوش على اولادهم ما يقدروش يديروا 2000 فراك يشرو له رولو ما فيهاش 2000 فراك يا شيخ تلو اه بقرياش كبير هذاك
بزاف راك لي فايت اسمع لي فايت اسمع والله اسمع على جال لا سيكوريتي تاع ولادهم والله تسقى 100000 الواحد ولا غير يمدها باسكو سي لا سيكوريتي تاع ولادهم صح وي ما تسناش واش البلديه كتبت له الله يسهل معليش انا نخلص انا نخلص انت تخلص الاخر يخلص الاخر يخلص بس على بالك الغاشي لا بليبار ما يخلصوش ك 10 شوف نديرو انا نديرو كوتيزاسيون وعلاش تولي في البلديه وعلاش تولي في لهم تعطي لهم 100 تحط لهم تما لا شاك فوا هي ان بروبليم نبداو نكوتيزيو ومن بعد البلديه تلقاها هكذاك لا لا مصطفى لا يا مصطفى يا دي بريوريتي يا مصطفى يا مصطفى احنا لو كان مصطفى غدوه لو كان الله لا يقدر غدوه الله لا يقدر وطاح طفل وتوفى يا اخي هكذا نقولوا نقولوا كان مدينا الملاير يا مصطفى نقولوا لو كان مدينا الملاير انا نخدمها هكذا ونحارب المسؤول نخدمها ونصورها ما تشقامش بزاف يا مصطفى صورنا شيخ جلول صورنا وهدرنا وداروا ديكرياج اسمع شيخ جلول عباك والسرا داروا كاين حدايد داروهم ولاد الحومه واساهم جا الريح واساهم سيد البروفيزوار عباك خدمه تاع البروفيزوار احنا حبينا خدمه مليحه محلي شيخ جلول يعني باش نقاطع هي احنا حبينا خدمه مليحه احنا حبينا يكلوتير يكلوتيريها يغلقها بيان كوم يلفو وصلت من بيه هذا واش طلبنا امين هاو جاي هاو جاي وقت يغلقها باسكو يا ان بروجي تما تاع الالبيا شحال يقعد هذا الوقت هاو يجي وقت هاو يجي وقت يكلوتيريها احنا رانا نخمو على اولادنا انا خمو شوف انا موافقك في الطرح هذا تي ريزون انا موافقك في رايك هذا بصح على الكوتيزاسيون هذه ماشي انا نتحملها وحدي ولا الاخرين لازم لي سيتوايان جاي يتحملوا لا لا سامحني هنا تولي دور الجمعيه انا شفتي بورتا بورت ايه خبرش يا جون على التيران الجمعيه الفيديو بورتا بورت روح طبطب لهم باب في باب شوف نعطيك حاجه انا درنا سبع عباد تفكير شحال كاين امين 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 عندي سؤال معليش على في 78 632 كاع درتو لي بارير بالحديد والسودور وكله علاه ماشي احنا درنا داروا الجمعيات اللي من قبل يعني لا لا السكان داروا السكان ماشي جمعيات لا لا دارت الجمعيه اللي كانت من قبل باش تاع السكان خلصوا لا لا عاونتهم بلديه عاونتهم البلديه 632 لا 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 نحكي لك 632 انا نحكي لك 632 618 والله غير حطوا والله غير حطوا كاع الدراع الدراهم وكلوا تيلا وغرقوا كاع الدنيا هي عباك واش خدمنا احنا اسمحني فهمك شك سمعتي احنا اللي بارو عطاونا البلديه لابيريود هذيك انا نحكي لك لابيريود هذيك والكوال بينه ولا خدمناها ما أولاد هما حفروا هما حطوا هما جابوا لي سودور وسودور وسودور أتفهمك تعرف أحمدي كده دراهم ما حد دراهم والله لا عاد ممكن يخلص كان ما يحبش يخلص أول إيش كان من هذا هذا هو ترى أغلبية خلصوا الأغلبية خلصوا وين الأغلبية خلصوا سمعتي 78 ولا وين شوف بارتو في الأحياء كاع شوف ولا غاني حكيت لك 632 ترى راني حكيت لك 632 يا أمين بتي بوانتو برك سي لا كيسيون هادي شوف كيما قال لك جلو قبيله قال لك كي يكون ان اونفون دونجي ولا دي لوكاتير ولا دي زابيتون ولا دو بارتيسيبي لو كا تاع الباروطاج هذايا اللي كاين في السيتي ومن مين دار كان واحد الوقت لي زابيتون يريكلامو لي لوكاتير يريكلامو سو دو بون سيكوريتير كيفاه وكانت البلديه كانت تعاون باش الناس سيكوريزي لي سيت تاعهم كانت السرقه تاع الطوموبيلات كانت السرقه تاع واش درنا صافي 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 انا واش البلديه كانت تعاون ريكلامي انا يفو بوزي البلديه دركا واش نديروا لها نولوا بلا بلديه هذا هو الاشكال وين راه تما نحو البلديه ما نسيتوش نشكو امين شوف امين شوف لا ولا حكايه
البلديه ونقعدوا هكا وحدنا حنا دوك لو ما كان علاش انتخبنا علاش امين هو عطاك ليكزومبل ليكزومبل تاع الدراري لو كان يتحدى ولد لو كان يتحدى ولد يصرالو سي افيك 10 مليار ما تخلفوش سي هذه يا سي صافي كي لوكاتير خدموا الباروطاج ومنا اسنب صافي خلينا نكمل بقى احنا ريكلامي صافي مع اسنب صافي ونا ريكلامي امينه كي كاك تقول لي كاك تقولوا اكو تقولوا من قبل ما تصرى كارثه اسك الباو كيما يقول لك امين او قالها لك امين هم داروا لهم وهضروا اسك امين حاب يسقسيك البلديه على بالهم المير والاعضاء تاعهم اسك على المال كتبنا لهم دوك كتبنا لهم خلي كمل البك هذه اسك على بالهم باللي هذا المشكل راهو كاين اسك على بالهم عندهم ضمير كايها عباد فهمت على بالهم بلي ستان دونجي بور لو بوبليك دونجي لدراري صغار دونجي لعجز اسك على بالهم اسك عندهم ضمير راهم يخمو به ولا لا الا دوك تقول لي ما على بالهمش امبوسيبل ما على بالهمش ما راهمش ثلاثيين ما عندهمش راهم يديروا ثلاثين حوايج واحد اخرين انا نهضر سبحان الله حبيت لازم نهضروا شوف باش نهضروا باش نهضروا باش ما نهضروش نعم ما نعم سنتيمو. راهم ثلاثين حاجه واحد اخرى يا ناس روحوا اخدموا هذاك المشكل فهم ما تخبوش مول ليزار ما راناش نقول لكم عطونا ما نهضوش بلي سونتيمو خلونا لي سونتيمو هذوك ايور كي تهضروا هضروا انا ما نخافش باش عاد تقطع لي راسي اهضروا برحوا ما تخافوش سبحان الله شكرا مصطفى شكرا مصطفى رانا معاك لا ما شوف ما شوف انا نعطيك لي سونتيمو بالك نو ما تهضرش يا المير راك مسؤول يموت واحد انت اللي تروح فيها هذه هي ما تخافوش وكي يطلع المير نهضر له ومن بعد كي نكمل هذيك نقول واش راك لاباس شكرا نهضروا حاجه واحده نقطعوا هذه هي ما لازمش نهضروا بلي سونتيمو بالقلب اهضروا كيما قولوا كيما بزنس نعم نعم يا ناس خليكم لي سونتيمو على بها من الجزائر ما نتعدش العاطفه بزاف خلونا من لي سونتيمو نعم الا كان خوك مير عرش له الا كان خوك مير دمك ولحمك عرش له قول له انت منافق انت سرق انت فيك قل له خوك وما تستعرفش به او سمعك ما تحت جزائر هكذا لك او جاي او جاي مال اسمح لي دقيقه والله العظيم بزاف تهضروا بالعقل واش انا نسمعك الله يرحمك معليش خلونا والله غير صح باستا روحوا وشكوا والله العظيم يا نمار شكرا مصطفى شكرا كلام شباب شكرا حبيت نسقسي اقتراح ماشي نسقسي اقتراح بك اسكي بلديه عندها مصلحه الداخل كما نقولوا احنا مكتب ولا هو اللي راح يكونترولي كاع الحي بلديه محمديه كما هنا ما نحبش نحكي على الانجليز ولا الاوروبا ديفو نعيا انا ما تحكيش على الانجليز هنا عطنا اش تعليلها مصطفى يعرفهم يجوا بكاميرات طوال في بوطو يدوروا كاع الحومات غدوه صباح يجوا كاع يبداو يخدموا ما احنا ما نسحقوش بوطوات كاع متكينا عليهم في الجزائر معليش اسكو البلديه عندها مصلحه تدور كاع الاحياء كيما وين قال لك امين للبح كان الغاز للباحثين كان الماء شيخ سماتي في الماء العمري في الماء هذاك راح يفيد ملك يا جورا اسكو عنده مصلحه يدير هذا الامر هذا ما كان هذا ما كان حسن جاوبك اباك البلديه كي يطل رئيس من تما البلديه كي يطل يشوف سي سونترون دو ملك بارك الله فيك هي البلديه كيطل كي راح يتنفس يفتح يشوف لتحت راك معايا امين 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 خويا حسن كما مصطفى الله اسمك لازم نكونوا واقعيين للمسؤول يتحمل مسؤوليته هذا واش حبيت نقول ماشي غير المواطن هنايا المسؤوليه على المسؤول حسن سمحوا لي خالتي ما عندنا دقيقه ياسين دقيقه يكمل واحد يهضر معليش انا نسمع دوك تدخل نقطة ما نطولش المسؤول لازم يكون مسؤول على الامر تاعو ماهوش مسؤول يرمي لي بونش تاعو ولا ما راهوش مسؤول ما يقدرش البلديه احنا الناس كي فوطات على رئيس البلديه باش يخدم الحي باش يجي الناس كي تحرق الدار نمو رئيس البلديه يكون حاضر
الغاز الغاز سكوني فويت لازم بصح حنايا انا نشوفوا الله يبارك عم يخدموا لي بروجي عم يخدموا لي ستاد الله يبارك عم يديروا لي طروطوار عم يخدموا البلديه بصح الزاق قدام الكارتي تاعو ما يقدرش يخدموه لي مليار ميتهم خدمتهم لهيك علاش ما تجيش لتحت وتخدم علاش انا هذه اللي ما فهمتهاش علاش علاش هذا بارك الله فيك امين مصطفى 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 من فضلك مصطفى مصطفى خلاص خلاص هكا زعفت عليهم استعفى استعفى مصطفى من فضلك من مالك قالك استعفى تمرد باطل ما استعفاش ما استعفاش سف صافي تفضل من فضلك الاخضر اسمح لنا شوف انت تفيان سيتي ديكزومبل قال في البلديه لازم يجيبوا المعلومات وقاعدك البلديه شحال فيها الاعضاء تاع المجلس شحال فيها الله اعلم انتم تعرفوا تما كاين 23 واحد 23 او غادي نكتبها هذه نكتبها ولا ننساها 19 ولا 23 شوف اسمعك ايه فانتي ولا ايه لا لا محمد ديال كان فيه محمد ديال ايه احنا عندنا فانتي وقيلة كاع هذه زيدو هذه محمد ديال عندها فانتي واش هو الدور تاعهم في البلدية كل واحد عنده حكم هذا هو واش قالك هذه عنده حكم وين عايش هو اللي هو اللي يجيب مالك ما كملت واش مالك هو اللي يجيب المعلومات البلديه هو اللي يقول واش كاين في الحكومه تاعو وكلش واش حبيت هذا هو الدور الجديد بصح ما لازمهم هذه جيبي ما والو خايفين على العام شكرا ما كاين والو الاخضر شكرا هذه كلمه شابه هذه لازم نقطه لازم نهضروها مع المير ومع الاعضاء والى اخره بصح امين قال كلمه شابه مقبله بالك تمحات راحت وراه تلقي الوالي هذا منتدب الوالي تاع ليجا جديد هذا وراه والله ما فهمنا اش كيقدم نفسه للناس كما نقولوا ماشي يروح يوري وجهه نو يدير اجتماع يقول لهم فوالا انا هو اسمي هكذا هكذا هم الشارع ان شاء الله يعني درها الرؤساء تاع البلديات إيه اعضاء المكاتب تاع البلديات يكون درها لهم وما تنساش راه الوالي الديليغي عنده سبع بلديات تحت لا ريسبونسابيلتي تاعو اوكي نهار الانستالاسيون تاعو اوتوماتيكمون لي بي ار بي سي كاع حضروا وما يحضرش البريزيدون وحده يحضر مع الاعضاء تاع المكتب تاعو اوكي الانستالاسيون تاعو قلت عنده سبعه بلديات الاخضر سبعه بلديات يا او سمعت يعرفوا تاع في سبعه نعم يا صافي وي صافي ارحم بابك حبيت نشيك حاجه اسمه البلديه الرئيس البلديه مستديرهم محديرهم السلام عليكم كيرهم كيرهم محديرهم الله يبارك سمعتي عبدو الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك جد كي كان يقرر سنة الثالثة سمعتي اسمك الله يبارك الله يبارك هي دوك كي نهضروا في لوجيك صح نهضروا صح فهمني حاجة عباك انا ما نقدرش نهضر بالعقل على بها راني نسي بن عاقل ما بغيت عيط عاقل ماشي على صح ما بغيت عيط بلدك هذا ما كان على صحتك برك ما نتزعفش البلديه واي ولكن ما بقات صحه خلاص صحه نحاوها انا صحه واسمو البلديه قلناها ياك صافي قريب عام دوك احنا نبحوا في اللايف هذا البلديه اي حاجه تصرى هي مسؤوله ما تقوليش انايا شوف ما بحاجه الخدمه تاع لوبيجي البلديه تدخل اي حاجه تصرى خطر عليه مسؤول عليها انت هو الرئيس تاع لا كومين هذيك انت هو الرئيس تاع لا كومين حبي يقول انت راك منتخب باش تنتخبوا عليك الناس انت راك مسؤول على الشعب هذاك تاع الحي هذاك
فهمت؟ حب يقول اي حاجه متقوبه انت تسوديها. انت مسؤول عليها. مصطفى مصطفى من الاخر من احنا سمحوا لي في الجزائر ما عندناش الرقابه، الرقابه ما كاش، ما كاش اللي يدير اللي سويفي، ما كاش اللي يتبع. فهمت كيف؟ هذا هو المشكل تاعنا في الجزائر. احنا هنا كاع اقسم بالله غير المشكل المشكل وراه ما كاش اللي يتبع. فهمت كيفاش؟ ماشي المشكل يا ياسين، صابونا راقدين احنا ثاني صابونا شغلنا. ياسين ياسين المشكله وراه هي الناس قاعده تحب المسؤوليه، بصح كي تحكم المسؤوليه ما عندنا لا عقاقنا. اه هذا ما نهضروا ماشي عقاقنا. لا لا كاين الناس والله لا لا جلولي جلولي لي راهم يديروا بيديهم شو فيهم مالك وصيك معاه صح اللي يزعم مزال شو صغر طاطا كلوا باش يشدوا انا طاطا كلوا باش يشدوا يا مصطفى مصطفى نعم يا مصطفى شوف في الحياه في الحياه في الحياه في لا في لا بي كوتيديان تاعنا كل واحد عنده مسؤوليه. المواطن عنده مسؤوليه، رئيس البلديه عنده مسؤوليه، ديريكتور تاع روبيجي عنده مسؤوليه، بصح شكون اللي يدير ان بروغرام شكون اللي يديرو؟ سي لاسوسياسيون. يا مصطفى دير لو بروغرام. قال عندي في لي باتيمون الماء التريسيتي في الحيه في الاحياء هذه اغريا، سي لاسوسياسيون كي في ان بروغرام، اعطيه للمير وانت تي بروبوز. قال جيب روبيجي، جيب البيتيتي، جيب سونيلغاد، جيب هاد، ما تشفاش في ليدين واش كاين الخيوط تاع بيتيتي في السماء، البارابول في السماء، الخيوط تاع التريسيتي، اسرق كيما تحب. مع الوقت داروا الفيبروتيك، فهمت؟ داروا لي كابل سوتيرا، شويه نقصت، كي نقولوا نقصت 20 30% عندنا فايده. مانتونون يفو لاسوسياسيون، لي زاسوسياسيون، تي في ان بروغرام، تي بروبوز الرئيس البلديه، وتبع البروغرام، انت كي دير له ان بروغرام. ولي سانتيريس ليك معناتها راك تعاون فيه. ولا كان انا غدوه نجيب له مشكل تاع الماء ومن بعدها وكرياج ومن بعدها وطاح الباب، واش يقول لك انا خدام عندك وانت سيتويان واش دير؟ يا اون بار دو ريسبونسابيلتي دو سيتويان، لازم نقولوا نحبوا ولا نكرهوا، اوني ريسبونسابل كيلكو بار. تقول لي الوالي ديليغي، الوالي ديليغي سيت ان كومي ديتا، واش راح يدير لك؟ مي كون تو فورس افيك تون بروغرام تشوف اللي ما يقولش يجي لك يا سي مصطفى ويحلل وعاونني ويجي بدا يجري موراك. هذه سوتين اكسبيريونس. حنا جمعيه ما قدرناش نديروها، تروح للميري يجي يلتابيك صافي. لا لا اسمح لي. مشكل هنا راهو 50% جلول. يفو سورغانيزي يا حسن، يفو سورغانيزي الانسان ينظم روحه. انت المير مع من يهضر؟ في لاكومين تاع المحمديه نديروا فيها 60,000 يا اخي هكذا، نحو دراي صغار والشيوخه بطاطي بطاطا نحي واش تحط تلقى 20,000 يا هل ترى يهضر مع 20,000 رئيس بلديه مصطفى 20,000 عبد هو يهضر. فتح السلام عليكم. مالك فتح السلام عليكم جلول تسمع فيها؟ شوف راني موافقك في حاجه ومانيش موافقك في حاجه. معليش هكذا انا نقصر وين؟ راه نقصر ما شاء الله بركات. موافقك في حاجه ماشي موافقك في حاجه. الحاجه اللي ماشي موافقك فيها دوك انت دونك ان ريسبونسابل دو سوسيتي، فهمت؟ انت اللي مسؤول عليها، ما نستناش انا الكوميتي، انا هذه خدمة تاعي راني مسؤول عليها. تما دوك سوا ديزو ما كاش الكوميتي هذه نقولوا ما كاش. كوميتي لازم مالك يا مصطفى. شوف يا مصطفى اسمع لي احنا نهار كنا في ليزاسوسياسيون كان حطاب شيف دايره اون لا فورس سي يجيب لي ريسبونسابل تاع تو لي سيكتور، يجيب تاع لو بي جي، يجيب تاع سونيل غاز، يجيب تاع البيتيت، اون لي زاوبليجي يجي يقعد في الطابله مع الشيف دايره افيك لي بريزيدون دابيسي. ذاك الوقت كانوا لي داك اي شاكان سولفي البروبليم تاعو وقدامه في وجهه. قال البيتيت انت الخيوط كذا وكذا، سونيل غاز انت كذا وكذا، لو بي جي انت كذا وكذا، اي سا ما مارشي. كيفاش اليوم المواطن راقد والمير يجي يحوس عليك؟ بيناتنا مصطفى هيا بيناتنا. لا بصح اسمح لي يا جلول خويا، انا نهضروا رياليتي، انا نهضروا تاع خليفاتي يا مصطفى. المير ما يحكمش في لوبي جي، المير ما يحكمش في البيتيتي يا مصطفى. المير سي لوفيسي ديتا سيفيل، ما يحكمش فيه، ما سوي ديزولي. يجي يهضر معايا يقول له عندي قانون يسيرني، هيا روح هضر معاه. الاخر يسيروا قانون البلديه، الاخر يسيروا قانون ليكونومي سيكتور، مع من تهضر؟
مصطفى لا 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 شوف le seul qui peut regrouper les gens c'est le pardon c'est le chef de daïra parce que c'est le commis d'état هو اللي عنده l'autorité publique ما عندوش المير اسمع العم اسمع مصطفى تعلم في حاجات جديده احنا ما نعرفوهاش مصطفى من مصطفى يا مصطفى يا مصطفى دقيقه مصطفى يسبغوا تروتوارات يسبغوا شجر بالبيض والاحمر فهم هذا واش يديروا نو نو اف وات لوجيك خويا تما نخلي الناس تموت ونقول هذا شكرا مصطفى شكرا مصطفى شكرا جلو الله يعطيك الصحه امين تفضل من فضلك اسمح لي صحه نمشيو في لامارش تاع سي جلول قال لك باللي هذه الحكايه باللي المير ما يقدرش يدير باريا واسمو قرياش تماتي ما يقدرش يدير قرياش انا ما حبيت تقصد لا 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 يا سي امين انا ما قلتلكش ما يقدرش يدير قلت لك لاسوسياسيون ال لو بوس ال لو بوس افيك لا سيتويانتي تسمى بالمواطنه انا نعطيه درس هكذا انا ندير ان بروغرام ماشي امين انت في حومه ما عندكش غير القرياش داكور نجاوبك باش نكمل عندك بوكو دو بروبليم دير له ان بروغرام قال له واش كاين في الحومه ها واش كاين ها واش كاين هام لي بريوريتي هام لي بريوريتي وتشوف الا ما يجيش يخدمها صح نجاوبك نجاوبك انا درنا له مطالب تاعو انا باراكي يزيد ريسيبتو ما عندك حسن تفضل باش تاع حسن انا بعتهم راهم في لاروم تاعي اللي يحب يروح الغرفه تاعي تلقاهم كاع تما كاع انا كتبنا له مطالب باريكري افيكا كيزيد ريسيبتو ما بعثناش اللي فيها لاكيزي تاكد كتبنا له المطالب صح التيرا ما كان انا ما ندافعش عليها ماشي ندافع شوف شوف امين ماني ندافع امين ماني ندافع حتى واحده بصح كيسكي بروب بلي لحقاتو اكيزي باراكيزي ريسيبسيون كيسكي بروب بلي لحقت للمير كومام بصح هذه بلديه ولا لوجيكمون مادام حطينا اسمح لي يا اسمح لي يا اسمح لي انت تعرف هاك متاع اداره كي نكتبوا الى رئيس بلدي اسمح لي برك كي نكتبوا الى رئيس بلديه المحمديه حكي معايا الباكي يروح لاكيزي تاع وين يروح يروح لرئيس بلديه موجه للمسؤول لوجيكمون لوجيك هو مخروب انا ما على بالي دوك ولا مخروبه عندهم ما يلحقوش الكوري انا ما ندخلش في هذا لا لا انا ما ندافع عليها امين بصح تقدر ما لحقتش تقدر ما لحقتش صارير انا بالنسبه لي انا كم انا درت الرول تاعي ودرت لك انا كري دوك انت تلحقك ما تلحقكش انا عطيتك باكي جي دريسي لا راني نحكي هكا ما انا ما نجيش نخدم لك خدمتك في لابيسي ما نجيش نقول لك لا لحقاتك ولا ما لحقاتكش معليش نجاوبك انا في البيرو تاعي انا نتبع واش يلحقني واش ما يلحقنيش كي نكون انا مواظب على الامر تاعي دوك هو لما ماني ولا راح باش يكون باش نوضح له النقاط باش نتايا رئيس بلديه لازم هو عنده ان بيرو اكزاكت هو اللي حط له ان بيرو دور يطلع له ديريكت الكوري عنده او يقرا واش عنده واش ما عندوش هذا ما كان انا باش نروح البلديه ونقول له لحقاتك ولا ما لحقاتكش انا هذه ما تهمنيش انا امين كيفاش بعتها البريه كيفاش بعتها ريسيبسيون في البيرو دور في البيرو دور طرابي طيب الجمعيه لا نحوسوا الرول اسمح لي حسن الرول تاع الجمعيه لحقوا الوسمو هضرنا فيربالمو هضرنا ما كان والو دوك انا نهضروا بلاكي نلحقوا بالكوري واش نزيدوا فوق شكرا امين شكرا هكذا باش كل واحد عنده هضره تاعو نوردين تكلم من فضلك نوردين يا كي ما نقدرش نتكلم هما اللي راهم في التيرا هما اللي عارفين حاجات اللي تخصهم تما انا ما نقدرش نحكي حوايج اللي هما اللي عايشين فيها نعم اوكي طيب على بالك على بالك لنا امين وجلول وشي حسنات يوسف صافي هما اللي يفهمونا حنا نسمعوا نعم امين نسقسيك على التيرا هذيك ماشي قال لك انت تاع الولايه صح نعم انا لا المعلومات اللي عندي كما سمعت انا السؤال انا لا حبيت نخلص نعم. داتها الولايه لا هو قال لك نمامو ولات واسمو الاملاك الدوله املاك الدوله اسمح لي نكمل لك الولايات اللي دومت مالا كيما قال لك جلولة طب مو في الشاف دايره روح الولايه والدي نعم نعم بون انفورماسيون
دون لاس دو طون تريكول عيط لحميدو حميدو يدخل يعطينا لا فورماسيون اكزاكت وخلاص سيتو حميدو ديتي انا فورماسيون دي فيس بريزيدون حسن نعم ما نسمعك مازالكم مطولين مازالكم مطولين الغرفه مفتوحه نعم أنا نعم نعم نعود نولي سي سي بوسيبل ان شاء الله نعم شكرا نامن صح صح على حساب واش قال جلول وعلى حساب مصطفى رانا في الوسط حنا حنا لازم تكون عندنا الحيويه تاع بكري هذيك بينيفول ولا تحومه نتعاونوا كذلك كاين امور للبلديه ديرهم سير هذه كما قلت ما يهربوش منها كانت نعرفوا حاجه هكا فالزوف لو كا تاع الانيشياتيف فالزوف لي لوكاتير ينوضوا يخدموا القريه يديروا حاجه ولا صافي با دير راهي فون سيبستيتي البلديه صافي با راح يخدموا خدمه تاع البلديه راح يديروا اعانه سي كونتريبيسيون بور لو بيان ناتر دو لا بوبولاسيون صافي دير حنا بكري كنا على كل شهر كاين نيتواياج بليدي بالبرافو والبرافو منا صافي دير حنا بلديه بلديه ما كناش بلديه صافي تاع العيد نروحو نجيبو التيو تاع الماء ونلقو كاع لي دينو منا باش نعيدو مليح صافي دير حنا بلديه لي كاش كي دارو لهم الفايونس لي كاش كي دارو لهم الفايونس عاونوا البلوفيجي اي والله هاي اللي ناقصه الناس ولات تعجز تتفنين وقلنا هذيك خطره ولات بزاف الناس جاب دار روحها ما ولاتش هذيك كيما نقولوا حنا اخوه نتعاونوا ما ولاتش كل واحد في بيتو خلاص راحت هذيك البينيفول راحت نعطيك ان اكزومبل كونكري حسن اليوم في المجتمع في ليدون تقبض واحد يسكن في لاكاج 14 واحد يسكن في لاكاج 15 ما يتعرفوش بيناتهم مصيبه ماشي مصيبه باسكو كيفاش كنا نتعرفوا بعضنا ببعض حنا كيفاش نتعاونوا هذه هي روح نجيب التيو من عندك جيب هذه من عندي الى اخره الاثنين تاع فوتبول كي يجمعوا الناس لي كونفوتبول تجمع الناس نعم ليكسكورسيون تجمع الناس لا ميزون جون مول باطمه ماتش واش تاع لابيتون يروحوا يلعبوا لي فوت كل يدوروا 50 واحد يتفرجوا فيهم نعم كي تلاقوا 50 هذوك تبرو نيمبورت كال انيسياتيف تمشي قالك تفرجوا في لي فوت ايا غدوه نعطوا غدوه راه نجيبوا البراو تمنى نيطوي مول باطمه صح نعم الناس هذيك غدوه الصباح تجيب وحده صح اليوم انا فهمتك وحدها ديكلونشي وحدها نعم اليوم ما كانش في كونتاكت هكا الغاشي قالها قلتها صفصافي طري بيا وقالها جلول فهمت واش باسكو جزتها انا جزتها بكري نحكمو تويو تاع الماء نقو كاع نبداو نتعاندو نكسرو نسلفو تيو ولكن ما كانش ها مانيش نشا انا كي نهبط كل ما نهبط كل عام نهبط ما كاين والو ميتة شوف بكري مصطفى حسن بكري كاين جوج عيبات في الحوض لاكاج كاين يطلع النافيه يرمي التيو تاع الماء يخرج الناس كاع يسيقوا من الدروج نعم كاين يحكم قط يطلع ويربط له بيتو تاع الزيت في الزحكه تاعو ويطرقوا في الدروج يقلب على الناس والله غير كانوا يديروا هذيا صافي واش سمعوا وراها واش سمعوا وراها لي دوكا يتصل بعد بالغاشي صافي باش يختمها لك باش يختموها لك كاين عباد تما باش يختموها لك واش يقول لك جزاك الله خير اولا اللي شغل علي عيا دوكا امام بارك الله يجوز عليك بارك الله فيك صافي معليش الجنة ها انت راك تسيق راك تريح بالعرق مصطفى ما عليك مصطفى مصطفى هذا انت تهدر لي يجوز عليه يقول له ربي عاون بس انت ما حكيتناش لو يخدم احنا نحوسوا قبل اللي يخدم خلينا من بعد يقولوا لك ربي عاونك اللي يخدم مازال ما لقيناش كيف نصوتوا لي يقولوا بارك الله فيكم مصطفى شوف نحكي لك واحد الحكايه في التسعينات كنا نقوا حنا من جيت بلدي انا كنت نضرب في البالي قدام لاكاج تاعكم يتكيف واحد يسكن في لاكاج يقول له البونتا فورمال عليا البونتا يسكن في لاكاج تاعكم مصطفى بروميير ايطاج في التسعينات انا عضو في البلديه مصلح لك تحت دارك هو جار مال البونتا انا ما يهمنيش هذاك سلبي فهمت هذاك سلبي
انا نشوف الايجابي ما نشوف السلبي. حنا نخمو الايجابي اللي يخدم، خلي هذيك اللي يعس وهذيك خلينا ما نشوفوش فيها. طبعا هذيك مازال انتم راكم في الانجليز وفي الاوروب كلاكم قلبكم على هذاك الشباك، ولادهم يقراو في ليكول علاه ما كلاهمش قلبهم؟ ها والمالور هنا مخك يعباس، اللي ولادهم هم يروحوا يقراو في ليكول يعقبوا قدام الشباك، وراهم اينهم اينهم صحه. واش حبيت نفهم انا حاجه، حبيت نفهم وراهم هذاك اللي في هذاك الشعب وراه ما تقلبوا تما دوك كيما كاش دوك هذه انا جلول، راني متفق معك هذه وانا متفق مع كاع الناس اللي يقولوا تاع الكوميتي هذيك، انا شوي داكور مانيش ضد، الا تفهمني جلول ماني شي با كونتر الكوميتي، انا راني ضد العباد اللي قلوبهم ميتين. عطيك بارك الله. وانت على تحوس يا مصطفى، وانت على تحوس على الميتين مصطفى. كاين الناس معديره ليهم، كاين بالك عندهم ظروف شخصيه ما يقدرش يدخل، كاين بالك ناس عندها مشاكل ماشي كاع ماشي كاع انا نقولوا كاع فاهم، كاين الناس اللي عندهم ظروف شخصيه تاعهم كاين بزاف على كل حال، بصح نقولوا علاش ما ياكلوهمش قلبهم يا سبحان الله العظيم. جلول مصطفى توجور هكذا مخدوم كريتيك، يحب يكريتيكي لازم يكون واحد لازم يكون واحد معانا هكذا يا مصطفى، ولا نتبعوا الناس هذو ستاسيوني وكامل ادروات تما كيراني كريتيكي، كيراني اسمح لي مليح مليح كريتيكي مليح، كيراني كريتيكي حبي يقول راني نمثل نيجاتيف مانيش نمثل بوزيتيف. لا راك تبين راك تبين مصطفى، ربي خلق وفرق، خلق المليح وخلق اللي مشي مليح، بصح اللي مليح هو اللي يغطي على اللي مشي مليح. انا ما يهمنيش فيه مصطفى، انا كي نلقى الماء في لاكاج وجماعه تسيقوا ما تطيحش يماك ما تطيحش يما ما يطيحش بابك ما يطيحش بابا، هذا هو البلوز امبورطون. انا نخدم بواطولات باش غدوه تجيك موندا تاع يماك، انت راك غايب ولا انايا ولا تجي الموندا تجي لا بواطولات، ما تروحش لبرا يقطعوها. فهمت حبيت نقول لك صديري فول انيشياتيف تاع جماعه كمشه صغيره تغطي هذيك اللي مشي مليحه، هذا ما كان فاش اورغانيزي برك. انت كي تروح تهدر للمير دي ان بريزيدون اللي يهدر ماشي يروح يقابلو، ولا انا ندير له ما عندي هذيك الحاجه ونسكت ما خدمها ساكوتريان نخدمها هكا حتى مشكل ورا المشكل اي بصح كاكون اجوست كاكون كملوا هكذايا اوكي علاش يا مصطفى انت كي ديرها يا مصطفى يا مصطفى تخبر راهي بوشي يا خويا جلول يا مصطفى يا مصطفى شوف مصطفى وغير غدوه مصطفى انت يا غدوه لاسونسور كي تمشي شكون يطلع فيها يما ما يطلعش فيها المدير تاع لو بي جي ما يجيش يطلع فيها المدير تاع سونيلغا، انا ما على باليش بها، انا جو بوس لو بوشون جو البوس بصح جو البوس ريغلومونتيرمون ما نقباح ما نسب ما والو نعطيه بالقدر بالنيفو كيما يحب. انا نبروبوزي لك كيف تخدم، جيب دي زانجينيور كاين الله يبارك في الحومه ما شاء الله والله غير ترفد دي كادر بالقفه يا مصطفى يمشوها لك تعود تمشي هو يجي يجري تما تيبوز دي كونديسيون كيفاش انا اللي يكون الكرياج. شوف انا حكمت اسوسياسيون دي بارون دي لاب او سمعتي على بالو بها الاولى الفوقانيه سمعتي اللي مقابله عبد رمضان ها كانت الدخله تاعها جهه عبد رمضان ها مصطفى عييت مع البلدي كانت الدخله تاعها جهه اللي سي عبد رمضان الطوموبيلات طالعين هابطين انا خممت الدراري كذا داروا لهم باروداج بلديه نو دخله عاودنا رجعناها منا درنا لهم واسمو الشوفاج بصح لي بارون دي لاب نحكم الفونكسيون تاعك واش تخدم خويا هذا ماسون هذا بلومبي منويسي قدامنا وبديت بالعقل رجعتها روح تشوفها يمشي ليا الدراري اليوم الحمد لله وليداتنا يقراو فيها ولاد واحد اخرين يقراو دوك انا كي ندير كريا سي بور سوفي اون في يا سي محمد وليدك انا كي نجي نقول لك راه 20000 سي كوا 20000 مصطفى ها يقول قول لي على بالي على باش نعرف على كوتي دارجون حنا واش انا نهضروا في لا لوجيك نهضروا الحاجه اللي تكون لوجيك نهضروها لوجيك مصطفى انت راك في ليترونجي تهضر لوجيك انت راك في ليترونجي تهضر لوجيك هنا في الجزائر يفو بوسي البوشون تا دير لينيشياتيف تاعك حبي دير حاجه مليحه دير واحد ما يحاسبك او كونتر ماكش دير حاجه ماشي مليحه ها غدوه
بصح حنا في لاكاش تاعك تحكم تي وتبدا تسيق راك دير حاجه ماشي مليحه مصطفى. ايه سي نورمال حاجه مليحه باللون. نقول لك واش حاب انا واش حاب نفهم اسك هذه البلديه شافت المشكل هذاك اش شافته نورمال اسك اسمع. اسك كلاها قلبها ولا لا لا شوف البلد شوف البلديه شوف معليش البلديه ولا فاهم مصطفى البلديه شافته معليش البلديه شافته البلديه رايحين يديروا فيه الالبيه داكور قول لك غدوه واش في الباريو الباريكادي هذا واش يتخمم بوتاتر وماشي هي اللي ديروا ديروا لي ولايه لونتربريز داك البلديه تقول ما يسقملهاش مي انا واش حبيت نقول لك يا مصطفى مصطفى يا طونك بلديه طونك بلديه ياكلك قلبك طونك نتوما راكم مسؤولين على اسمو على البلديه تاعكم سي ياكلك قلبك معليش دير باروداج رخيص فيهم كاع لي سوا جوج دورو مع اوموا ديروا معليش زوخ بيه زوخ بيه قول لهم يا ناس شوف واش درت لكم زوخ بيه معليش دير البوز هيا روح دير البوز باش تنطي لي ديفو تاعك هيا معليش شوف مصطفى باش تنطي لي ديفو تاعك دير باروداج مصطفى باش ما يموت حتى واحد مصطفى سبحان الله شوف كاين واحد الحومه في 618 منا نحاولها البارودج ولا يجوزوا الناس ها طالعين هابطين طالعين هابطين قصرنا قال لازم قرياج هكذا صافي 20000 الواحد مصطفى باكي دخان باكي دخان اروح تشوف هاي فيها القرياج تاعها واحد ما يجوز صافي 8000 دينار رولو تاع زيميرمان هذاك او الخضر على بالو ابري شحال يدير موال في يخدم انا ما على بالي رولو شحال فيه المينيموم واحد 800000 متر باطيمات كلوتوريا اي فو سنسيبيليزي لي جون قال يا سي محمد هادي لا سيكوريتي تاع الدراري انت كبير تعرف انا كبير نعرف الثقبه انا نيفيتيها وطفل صغير يخرجوا من اللي كل خاك شفتي طابعوا كذا كاش واحد يطيح ومن بعد ها يقول لك كون قلتوني نحط مليار انا نقول بارون دي لا سنسيبيليزي نهار ما يحبش هذيك تبقى خطيتني انا جو ديكاج ما ريسبونسابيليتي مي حاجه اللي نقدروا نديروها اللي نقدروا نديروها ما تسناش الدوله يا مصطفى حاجه اللي نقدروا نديروها بور ايفيتي لي بروبليم لي غرو بروبليم نديروها هكا حتى مشكل نتعاونوا فيها ونديروها بصح حاجه اللي تكون كبيره هذيك حاجه اخرى هذيك نتفقوا نروحوا للبلديه ندير لك سيتينغ قال سي محمد خدمها سينو يوا يافار دي بروبليم كذا يجي يخدمها هذه هي نورمالمون سان دوري سباسي كوم سا دونك سوا ديزون سوا ديزون قول جلول خويا معليش هيا روح ماشي البلديه ما عندهاش دخل البلديه في هذاك هذاك لوكيرا صح ما يعرفش في التليفون يا للولايه اسمعوا راه عندكم مشكل في الاخر تاعكم لوتيرا تاعكم هذاك لحت بنو فيه ما عرفش لحت بنو فيه لحت شكون يقول هكذا مصطفى البلديه تاع في التليفون يا مصطفى انت الميري يا مصطفى الميري هضر مع شيف دايره مصطفى مصطفى انت واش راك تحكي هذيك زعما صام في لونجليتير لا فلوروب كي تعيط للبلديه يرجعوا لك صافي الجزائر واش راه يقول اخ والله ما يرجعوا لك والله واحد ما يديها بك صح واش راه يقول يما الجلول خويا عظم الله اجرنا انا هاي كلمه تقرا والله راه عظم الله اجرنا مصطفى انا واش حنا عايشين يما في الجزائر رانا عايشين مور فيفون مصطفى يا مصطفى يا اسمع لي اسمع لي ما تكونش سخون بزاف ما تكونش سخون بزاف شوف حاجه معليش هذه لا ناتير تاعك معليش حاجه صغيره انا واش حبيت نقول لك حاجه صغيره كي نقدروا نخدموها بور ايفيتي لي بروبليم انا نشوف الثقبه كي نقدر ندير لها الكودرون باش ما تضرش واحد اخر ولا يطيح فيها واحد كبير نخدمها سون بروبليم ما كاين حتى مشكل مصطفى انا نشوف اون انتربريز جات تحفر تكسر الكارلاج قال سي محمد حبس روح جيب لي لوفرتور تشونتي من البلديه هذا حقك جاب لوفرتور تشونتي قال خويا كي تكمل رجع الكارلاج كيما كان هذا ما كان يا مصطفى هذه هي المواطنه يسيفي با انا ولا انت ولا واحد اخر نيمبورت بو بارلي حاجه الخساره نمشوا معاها على طول انا ماشي نقول لك باريزون في الحاجه الكبيره حاجه كبيره باينه مصطفى هذيك واحد ما يقدر لها لازم لي موين تاع الدوله يعني نقول لك حاجه اللي نقدروا نيفيتيو بها المشاكل للناس نقدروا نديروها انا نقدر نشري كارلاج على ما نديرها فاش
الشباك هذا الكوميدي ما حبش تندال تحوس انت لحد الكهرباء وليت لهضرتي درك نو مش راني نقول لك بصح دوك احنا نحكوا على سيكوريتي انا ما استناش السيد لاكاج لاكاج وين يسكن وين تربى فيها ما يقدرش يرفد قرعه ما فارغه في لاكاج يشوفها قدامه ما يرفدها ماشي مربي ماشي مربي ايوا واش ندير نربيه انا نرفدها انا مربي نرفدها مصطفى حوس عيالك مصطفى مصطفى يا مصطفى يا مصطفى هو ماشي مربي ما رفدهاش انا نرفدها كيسك سام كود هيا بيناتنا هو الى الله راجعون كيسك سام كود هالو حسن كان واحد اسمع مصطفى كان واحد كان واحد يرمي البونتات حاشاكم قدام الباب هكذا في البالي تاعي ما نهضر ما والو ندير ليه جون نرفدهم نحطهم له قدام الباب مره والله غير نرفدهم يا مصطفى والله غير بلا عجز غير نرفدهم بلي جون ونحطهم له هكذا عند الباب مره جدولي تربى تربى سينو واحد النهار انا هنا ولد لوجمون فونكسيون تاع المعلمين يا اخي كل ما نخرج نلقى شكاره تاع الزبل قدام بابي واش ندير انا ما عليش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى الزبل ويربيه كل يوم نديرها كل يوم وبعدين بصح كنت نسويبي فيه عرف صح دعوتي عرفت شكون رفدتها له حطيتها له قوم باب قدام بابه من هذاك النهار ما زالش حطها تربيه مصطفى لازم يتربى بصح قعدت عده ايامات نرفدها ونرميها انا في لي بوبيلا معليش وبعد تربى كي اكتشفته رفدتها له ما هدرت معه ومزلو حطيتها له قنبة قدام بابه تربى وبعد من هذاك النهار مرق خلاص هذا واش حبيت نفهم مصطفى نسمع ما نسناش رئيس بلدية ولا نسنا ماني هذا الشطر حاجة اللي نقدر نديرها ولو ما تسقليش بزاف هذاك الشباك شحال يسوى الشباك هذاك ما على بالي والله ما على مين يقدر يقول لك والله ما على بالي امين يقدر يقول لك بيبري شحال عندهم الاخضر يقول لك الاخضر شحال يدير زيمرمان ما ماشي تاع شباك هذيك اما تفجر كاره لا لا هذيك ماشي تاع شباك هذيك تاع باريير تاع لي فيد البارير هذيك قاتلرت بارير يا امين كاين بروجي ما يديرلكش بارير هو اللي يجي لونتربوز اسمع لي معليش نجاوبك هذيك هذيك ماشي تاع ماشي تاع شباك خات واحد شباك يطبع واحد شغل ما درت والو طوموبيل يدير ماشاريير يقدر يدخل فهمتني هذيك تاع الصفايح هذوك شغل تاع الزانك دارهم كيما هو كيما اللي ولي كانوا اي والله كيما اللي كانوا صح كانوا تما شكون لينا حام امين رشاو راح خلاص شحال عنده هذاك البروجي بك شحال عنده على بالي بزاف ولي عنده هذيك احسب شحال عنده مدة هذاك ساكوت جلولي ماشي تاع شباك تاع 200,000 ولا تاع مليون نقدروا نخلصوها فاسيلمون الشتيره تاعو كبير من الفوق للتحت ولازم قاعد تغلق اضرب دوره غدوه اروح تحب نتلاقاو غدوه وقولي لي استيماسيون كيفاش تقدر تخدمه يا سيدي نكونوا فولونتير انا واش حبيت نقول لك هو يقدر يقول لك يا امين يقدر يقول لك ديروا لونتربريز اللي راهي جايه اي بوي باش يسكيفي صلي عندي على علاش قلت علاش انا قالوا لي علاش خصيتك انا على التيره باللي تاع الولايه على هذا علاش دوك نجاوبكم بنزين اسمع نهار كان خلوي انا جي بوزي البروبليم قلت لهم ديروا بيسين تما سيتي بريفي بيسين هذه يخلوا ربي حاجه نعطيك حاجه بينين بيسين ومن بعد واش قال لي نورمالمون سي بريفي وين كانت كيا معليش نجاوبكم دقيقه برك حاجه برك ايه معليش باش نحوسوا شكون اللي يبني وشكون يدير وشكون ما يديروش قلنا لي لازم يكلوتيري هذا كان تاع بريفي ولا تاع تملك الدوله ولا ما على باليش الانفورماسيون ما عنديش اكزاكت بصح واش كاين تما كاين اكستريم الاكستريم دونجي الاكستريم كيقولوا دونجي الاكستريم شكون مسؤول عليه معليش نكمل ليدي تاعي المسؤول عليه هو البريزيدون دو لا بي سي ما نهربوش من المسؤوليه هو المسؤول على المواطن المواطن تاخذوه
باش يكون يحمي المواطن من المخاطر اللي تكون عنده. هذه لازم نعرفوها، نعرفوا حقوقنا كما احنا نعرفوا حقوقنا. الواجب تاعنا هو لازم نعرفوا نضربوا حقوقنا. هو راه المسؤول على الحي هذاك، كي كاين دونجي هو اللي تكلف. ما نهرب، لازم الانسان يكون ديريكت. احنا ما راناش نقولوا له ماكش مليح ولا كذا، كاين دونجي هضرنا له، درنا نكري، درنا فيديو على عمري شاك فوا يدير لي فيديو. انا كي راني نشوف، راني نشوف انا البريزيدون دابيسيام يخدموا اير، انا اللي تغيدني يدير غودرون اير، يديروا لي سطاد. الله يبارك، حاجه مليحه لي سيتوان تاع محمديه. معليش فوندر بصح ما يقدرش يدير البارير ولا دوطانات في الحومه. درنا له دوطانات، قلنا له درنا خليني، قلنا له درنا دوطانات كيما السكان تماتي، قلنا له غلق هادي، قلنا له دير لاليمير، قلنا له قلنا حنا رانا نهضروا في الفيد، ما على بالناش كيفاش الحل. ما حنا ماناش تاع فوضى ولا تاع اسمو، حنا حضارين منظمين، درنا نمشيو بحضاريه. بصح هو تجاوب من الاداره تاعو ما كاش. ها هو الاشكال وين راه؟ راهو المشكل باين. احنا قلنا له كاين شباك الكارتي وين يلعبوا الدراري، قلنا لهم يا ناس، قالنا هذه اقتراح حسن او طلع الوسمو، قلنا لهم راهو كاين دونجي على الدراري. هدرنا كاين الوسخ الداخل، هدرنا وبعثنا. واش راح نزيدوا فوق هذا؟ دوك انت رئيس بلديه ولا مسؤول؟ ما نهضروا على رئيس بلديه، المسؤولين نهضروا على المسؤول. راك مسؤول باش تخدم المواطن. دوك انت الا ما تخدم المواطن واش راح تخدم؟ حق المواطن ولا كيف حق انت؟ المواطن يحتاجك باش تخدمه، واه خدمه يا سيدي. لا عندك تعصب من الجهه هذه والجهه الاخرى، معليش انت راك مواطن على الجميع، ماكش على جهه ولا جهه. مثلا من الاحسن يكون واحد مسؤول رئيس دوله، رئيس دوله على الجميع ماشي على جهه واحده اخرى، رئيس بلديه على الجميع. ارواح خدم الكارتي هذا. واش قلنا له؟ ما طلبناش عطينا السكنه ولا موحال، حنا طلبنا هضرنا وهضرنا. بصح المشكل وين راه في الدائره هذه؟ ونكمل طولت بالك. المشكل هنا في الدائره اللي يهضر على حقه هذاك اللي يذكروا فيه، هذا هو الاشكال وين راه. يخدموا لي ساكت، هذا هو تاع لي ريكلامي واللي يهدر ويقول خدموا لي وما راكش تخدم واسمو هذاك يزيد فيه. هذاك يقول لك انت راك تحلف امك بزاف وراك تهدر بزاف مالا نتايا، نزيد نخليك هكا. بصح وين روحي؟ هذا هو اللي انا هو باش يقول يعني هو باش هو انت شكون هو هذا؟ هذا رئيس بلديه، شكون انتخبوا هذا رئيس تاع البلديه هذا؟ احنا انتخبوا نورمال، شكون انتخبوا احنا نصحوا واش غلطنا؟ هذاك الانسان تاع مناسب، الانسان المناسب في المكان المناسب، فهمت؟ حنا وكان حنا نتفاهموا كاع حومه، بالك انتايا وانايا والعمري وفلان وفلان وفلان، نقدروا نغيروا. علاش انت عندك ايدي وحسن عنده ايدي وعمي جلول عنده ايدي والشيخ تاعنا عنده ايدي ومصطفى عنده ايدي؟ حنا قعدنا ديزيدي، حنا ندورو سيرك ويفرمي، حنا رانا نقصروا شغل الحديده والباروده. نقدروا حنا بيناتنا نديروا البارودج هذاك بيناتنا. ايه نقدروا بيناتنا. امين. معليش والله غير شخصي نديروا كوتيزاسيون، نديروا استيماسيون خدمة البلدية. امين. اخويا. طلعتوا لعند ولا لا؟ ما طلعوش. ها؟ ما طلعوش. زاولوا مشوا الوراق. لا هما قالك او راهم. شوف انا راني قلت لك راكم مومبر فونداتور، انا مانيش رئيس مانيش رئيس ولا مساعد. ايه خليني نجاوبك. معليش انت يا سيدي، معليش تفتلو ما جاوبكش. يطلعوا ربعه ولا خمسه، يطلعوا ليه؟ ايه هذا ما كان. إيه قال سي محمد كتبنا لك مالك جمعيات عندهم الحق. اليوم رانا جينا المشكل هذا ماشي غير سي 132، المشكل كاع الناس اللي تقرا راه يجوز كاع. انت كي هضرت على الشونتي هذاك
اسمع امين انت كي هدرت على الشونطي هذاك رانا نقصروا معليش بصح انت كون طلعوا ليه ربعه ولا خمسه من الناس قالت سي محمد احنا كتبنا لك درنا مطالب راك ما ريبونديت الناس مانتنو يا دي زورجونس لازم توقف على البروجي هذا دير لنا لا كلوتور لا دبر راسك خمسه سمعت خمسه ولا ربعه من الناس يا خويا اخي حاضر رانا كبار خلاص كبار نهضروا معاه بالتي هي احسن جلول جلول شوف هذه المباراه جلود انا شوف لونسابي من هذا المنبر او حسن انا ترنا ما كاش لا جواب من السلطات يا خويا نديرو كوتيزاسيون الا حبوا جماعه تاع لي دين المحمديه نديرو كوتيزاسيون نخدموا هذيك الحكايه ونغرقوا فيها هذه هي خلاص هذو عائله ان شاء الله انا جو بروبوز من عند حسن يا خويا كي نشوفوا نديرو انكاس ونتيشدها واحد كبير ونخدموا يا سيدي هذا ما كان الا ما قدروش البلديه احنا نخدموا ونص مبادر ونعاونوكم لا باقي ما نسكني احنا بليز نعاونوكم صح امين صح معليش امين بارك الله فيك صحه يا حسن يا شيخ سمعني كاين يدي مليحه كيما يديروا قام قاع يهضروا دقيقه شكون اللي يحبس كيما يديروا الكوار نتايا تمبريمي الورق في البيرو تاعك هذا نتا مدير المؤسسه ادير لي زام برانتي الورق وكتب المشكل اللي راه صار لي تما واعطيهم لي زيله قوم يعطيهم لي بارون تاعهم قول لهم كل واحد يعطي لهم جيب لنا هذه فكره مليحه باش نخرجوا بنادم ملاح باش نخرجوا بنتائج الملاح يعني حسن لونسي نابل دو كوتيزاسيون باش نكلوتيري هذاك المشكل لونسي نابل ما على باليش شكون اللي في الحكايه هذه نعطولو باش بربي ويجيب لنا خدامين ويخدم هذيك الحكايه ونغلقوا الفيلم هذا ما كان والله غتفرى باذن الله فيلم سيد المسايد او شيخ سماتي يعرف قال لي ديريكتور تاع المسايد او صافي راهو مختص بنا كيما يديروا صحاب النيه امين خلي نكمل لك صحاب النيه هادو راح يدخلوا الجنه هادو انا عايشين معاهم لا مدخلين الجنه هادوك لازم عندوهم وراح يدخلوا الجنه ماشي احنا لا اروح نتحد بس مصطفى اهضر ما اهضرش مصطفى ويخدمونا وخلصوا اسمع مصطفى ويخدمو احنا خلصوا هاي يا سيدي مصطفى راح شوف البروجي ودينا استيماسيون وقلنا شحال تخدم هذه الحكايه احنا خلصوا هاي هاي نعاونوكم كاع صافي دوكا صافي غير يعيط خلوه يهضر من فضلكم شوف كاين واحد عيط لي واحد دون بريفي دركا قال لي يرحم بابك واش كون حبيت تقول كبيره نتايا واحد شايد تيو واحد شايد قب قلت حنا بكري شايد خليك فاهم عاود باش يسمع واحد عيط دركا بريفي قال لي يرحم بابك فهمني واش حبيت تقول واحد يشد تيو واحد يربط القط في البيدون قلت دوك نحكيها لك حنا بكري باش واحد يطوي راكاش يشرف ليطاج الفوق نبعتوه واش يدير يفتح يخرج تيو ويرمي الماء يخرج الماء الناس قاعد تخرج تسيق يفار اخر كاين واحد يطلع للنافيا ميطاج يحكم قط بكري تشوف فيديو كان عندنا بغدا تاع الزيت بدون صافيه تاع الزيت الور يربطو في الزاكه تاع القط ويخبط كاع البيبان طططط ويخبط يخبط كاع البيبان يديرو لي قاعد عطاك بيه يا رمالي يا رمالي الغشي يا خي واحد عنده يا خي سلطان نفس تخدم قلت هذه هي هذه هي بس صافي البروجي هم جابوا لك بروجي راح شفنا شنطي هذا على جملات البروجي شحال يدير البروجي هذاك اللي يعطوا لنا فيه الديور لي زابارتمون تاعنا شحال يسقام البيبي واش نقصروا بالدينار ونديروا الشهر راح دينا راح قيسوا شفنا المشكل هذاك احنا نخدموا نتهناو من الحكايه هذه اسمع روح شوفوا نور الدين انا امين جلول سماتي وحسن مليون مليون مليون
هم 6 ملايين هاي على بركة الله هاي اتكل على الله هاي هاي روح هاي ابو استنوا للمير للمير ادوكا هاي ابو طيب بلا فايدة والله تهدر بلا فايدة كل واحد يروح يخدم يدير هو خير ما تكسع ما تكسع هذه كلمة هذه كلمة هذه هي انا رانا بركة شو واحد اللي رايح عنده عفسه في اسمه راه يفرغ بركة دم كان يعني انا بلم كان انا نفرغ بركة الله غالب لا حياة لي من تنادي ما عندي امين قسما بالله اسمع والله غدوك حنا نفروها هكذا كيما رانا في ستة يلا ايه خلاص على بركة ايه راس فطافي ديرنا الديفي ونشوفوا الحكاية خلاص ونغلقوا الميكروفون وهي فرات وما تسنى من العاد البلدية ما تسنى مع عايزون شوفوا البروجي شحال يتقاب وتعاونوا عليه وتلقلوا بروبلم هذا والله غير كتموتات الله حلا كيدي راضي في سبيل الله على حساب الدراري باش ما يطيحوا ما والو يا ريزون هذا ما كان كل لي زونفو باش ما يطيحوش باش ما يصرش حاجه دو غراف دوما نديرها في حساب اذا بحال الصدقه في سبيل الله بارك الله فيك من حومك تهم لولادنا تما اللي لعبوا ولا يجي يروحوا ليكم باش ما يصرش لك شي ظلم واحد يقول وكان درنا وكان درنا انا يقول له البروبليم هذا ما تصرش كارثه وخلاص وحنا رانا فولونتي نعاونوكم والله غنعاونوكم بارك الله بارك الله فيك يا عبد الله اسمع وانا تانيك ما ننساش انا الوكيل الربعية انا والله الوكيل الربعية حاضر حاضر الله سبحانه يحفظك قاعد الامه اللي يخدم باهي اللي ما يخدمش باهي والله الوكيل الربعية انا نرفد يدي بسمع سمير علام المصطفى سمير ميسي باح سمير ميسي باح حتول ادخل من فضلك سمير حبي قصر اي اقول له مرحبا بك والله العادل خلاص عاصم صافي جلول خويا حبيت نسقسي سؤال بك كيسيون مصطفى خليني نهضر الله يجزيك من زعما هذا اسكو نقدروا نخلقوا حاجه جديده كيما تاع بكري بينيفول لي جين يتعاونوا ويسيقوا ويباليو يديروا بزاف امور كيما تاع بكري اسكو تقدر انا ما نعرفش جينيراسيون جديده اسكو تكون ولا لا علاش حنا علاش نحبوا نصدقوا غير في وقت المناسبات غير في الاعياد نصدقوا في رمضان نصدقوا مصطفى لا بس كان واحد يشوفك او يغير يقول لك انا استروا روحكم كوميتي والصدقه والصدقه ماشي غير في الاعياد في المناسبات الصدقه الجاريه عام كومبلي كوريا هاوي قولها عاوده خلينا نمرق ديك سامر اسمح لي سامر الجمعيه نزيد نعطيك هضره مصطفى بالك مصطفى معايا كي تفتح ان شاء الله جمعيه دوك نقولوا ان شاء الله ثاني كاين اوكي الحسن وي حسن الحسن الدراري واقف دوك باش ورا انايا لازم نطفوا البوليم ونشوفوا دوك نقول لكم ياسين عندي دقيقه راح كوبي ياسين راح باريليميناسيون دير باريليميناسيون واحد من بعد دير ياسين صافي ياسين مطفي ما عندوش ياسين ماشي ياسين دوك نقطه على بالي شكون على بالي هاي لك هاي انا شفتها هاي لك ها شوف دقيقه هادو عبد مصطفى لا انا لا سويس انا هنايا انا ولادي كاع كبار ما يديروش الحس نضحكوا مصطفى واش بيك انا لا سويس ما كاش قال الحس يا عبد مصطفى رانا نضحكوا الله هذا مال الذباب هذا يا الذباب
اوكي اوكي سمير مصباح قال لي قرا لي كومونتير تاعي سمير مصباح معلي سمير سمير قال لك والله ما على باليش شكون هذا هذا الفوليوم لازم نطفيه له راه يعيط عندي انا اللي يعرف روحو عنده الدراري قدامه شي فيديو هذا ما كان لا الذباب هذا تاع التلفزيون ماشي تاع الدراري شكون يهضر شكون الدراري صغار ما يهضروا شي واحد ما يهضر الدراري صغار لا لا والزفه وهكذا لا لا الحس تاع الدراري صح شوف شوف هاو مانيش مانيش حايب نطفيه انا مانيش حايب طفوا كاع الفوليوم شوف طفوا دقيقه اسمحوا لي مانيش نسمع والو العياط طفوا شوف طري بيان ريحوا كيما مصطفى شعل ديالك من فضلك امين ها انا عاقل حسن امين عاقل ياسين نور الدين بقاو ثلاثه جلو شعل تاعك من فضلك ها جلو البركان فيزيون بالك ماشي دراي صار تلفزيون جلو لا 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 واش ترى سي با جلو ما عاد عندنا واحد لا لا إيما صفصافي ما عنديش دراري صفصافي ها طفيت شو الفوليوم تاعك؟ أنا نحيت وكاع الفوليوم ها هو مازال وشاعل عندي أنا ها مازال مازال شيخ سماتيو مطفي أنا طفيت كاع الفوليوم رانا كاع مطفيين ما عندي والو كلشي مطفي عندي أنا يا راح الحسن راح ها مازال عيط عندي انا حسن ديبار اي حسن يا حسن ديبار اليميناسيون بواحد بواحد اغلق عليه واحد ها الاولاني ها الاولاني نو 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 اسمح لي راح راح دوك بيان جلو الريح كيما راك من فضلك او من عندك معليش راح نقرا كومونتير تاع سمير مصباح دوكا راني نسمع طري بيان قال لك بوركوا لو بيجي الوي بار ليتا الله municipality ne sert pas à réparer ce chantier. Ah oui, dans un chantier, c'est à Khlifati. Une cotisation des citoyens voudrait dire exonérer la municipalité de ses devoirs d'un point de vue. OK? J'aime un ami, c'est à dire une cotisation pour t'aider le baladier. اوكي قال لك في سبيل ماشي في سبيل الله في سبيل لا بيسي ما هي اوكي في سبيل السكان سمير مصباح قال لك ما نقدرش قال لك سمحوا لي ما نقدرش ندخل راهو شاهد بنته صغيره معليش خويا سمير تي بي تي ميم لي مون بوين دو فيو ولا معليش هذيك هي خلاص هذا يا صغير هذا دخل هنا يهدر خليه يشارك معليش هذا طفل صغير هذا والله العظيم ما لبهنا هذا حس تاع الدراري ايش بيه هذا عندي والله ما على بالي ما عند ما نقدرش نقول لكم وين طفينا كاع ومازال او احبس درك او احبس او احبس درك كاش تغل صغيرة ومعنا اونلاين كل شي مطفي جنو الخويا خلاص يمال صحة نتكلم على بيو خلاص نديروها هكذا وخلاص باش نبداو نديرو موضوع واحد اخر نعطيو على حاجه واحد اخرى لا رانا نقصرو حنا رانا بك نقصرو هذا ما كان انا قلت رانا نقصرو من المواضيع بصح جامي خرجنا بنتيجه ولا كونكليت هاوليك خلاص النتيجه اسمع البارير خلاص سي بون انا متفقين امين اعطينا مليون انا نبعث لك تاع ماشي يا لا هكذا على هكذا يا مصطفى ما تخلصش مصطفى موضوع مصطفى نور الدين اسمع لك فيسبوك تاعي نور الدين لا
يبا دايتري اوكي بعت لي وزبو ما عارفوش انا ديالك انفيتاسيون بعت لي انفيتاسيون وتا كيفاش نكتب ما يس يا سمعتي كنا في حاجه ولي نظر في التليفونات ما يس ما يس يني ما يس هي باش لا لا باش كي نعود رايح عند الجزيمان نزورها نعيط لها يا ودي ورا لك نور الدين لورو راه دار راسك كاع انت راك دوخ راك معاولي قلاع راك دوخ كيش لورو نور الدين ورا لورو مكبير راك الدور انا هو عيط لي نور الدين عرضني عرضني عطاني انفيتاسيون باش نروح مرحبا بك خلينا نخرج بنتيجه صحه صحه النتيجه تحرك مصطفى النتيجه ما عندك ما تمزيت ولي الله هذيك هي اللي قالها مصطفى هي هذيك بصح بارابور لينا صغير خلي راهو يبرر يا مصطفى نصح لي انيشياتيف مصطفى والله مصطفى هي هذه لا سوليسيون اللي قالها مصطفى ما كاينش لازم 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 يا جلول ما بقاش في الصغير ولا في الكبير دوكا أباك أنا عايش في دنيا الطرائف أفهم دوكا لازم 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 كن كنديرو نفعلو فهم بارك الله باش نحل المشكل هذاك سيبو أنا بمية بالمية أنا عندي ندار البارير ندار حسن تحط مليون جلول نوردين مؤمن سماتي حط مليون مليون وخلاص وصلت عم بي دوكا وتعاونوا يا اخويا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على سمي العدوان جنون هذا نقول تعاونوا احنا السكان انا واحد من السكان اخويا انا واحد يا مصطفى اصبر تشوف لونتربرينور واش يعطيك ديفي اصبر تشوف ديفي قبل ما لازم تعرف شحال تشوف قال لي تاعها صافي صافي واش يقول لنا خلي حتى يقول لنا خلاص رانا هنا يا خلاص المشكل ها هنا هنا نديروها انا خرجنا بنتيجه نحو البلديه نخدم المواطن هذا ما كان هو يخلص ديروها طبقوها ماشي نهضروا بلا بلا تزيدوا شكلها ما تزيدوا نعيطوا لها ما والو نقولوا حنا نخدموا وحدنا هكا تجي تهضر نتايا انا خلاص جيت نفهم بلي هذيك بلديه ما تزيدش نهضر معاهم خاصه كفا نهضروا معاهم بوريهم من احسن واحد من الزيات عيتنا خلاص عينا وعيتنا انا هضروا باش نمرضوا روحي سمي واحد ما يهضرش ما كاينش وكل ربي امين وكل ربي ما كاينش ما كاش ما كاش تجاوب ما كاش كدا انا نحسب في روحنا ان نهضروا غير في الفيد ما الاحسن الانسان ما يهضرش انا ديفون نهضر طول بالك الناس يحسدوا كان تما بالك في دارهم حنا رانا نندوا ونقولوا بلي كاين اخطاء لازم يصحوهم الاخطاء ما مليح واحد كيكون خطا يصحوه ينبهوه هذا هو هذا هو البيت البيت تاعهم الانسان كيخطئ يصحح هذا هو بصح على هما ما كاين والو ما كاش تجاوب اذا ما درنا احنا جمعيه عامه اذا لك جمعيه باش شباب قال درنا الجمعيات باش يشبحوا بهم بقاع كاين والو لا احنا نهضروا ما نجاوبوا امين الله يسترك يا امين مرحبا باباك انا اسمع نهضر معاك نهضر معاك دوك انت هو المير نهضر معاك دوك انت نهضر معاك انت شغل انت راك مير اسمع المسؤوليه خليها لك ليك تدبر راسك غدوه يا مرحبا باباك الله يرحمك في ولادك روح شوف شحال شوف شحال تسقم شوف شحال تسقم والله رجع نتشاركوا يا ولو كان ثلاثه عيد معليش انا خاطيني ما خاطيني لي تريك لهادو تاع البنيان وكدا ولا والله غير نهضرك صراحه انا والله ما عندي الوقت بزاف بصح كل واحد صافي 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 وقالك خلاص انا والله ما عندي الوقت بزاف من الصباح لعشيه باش ندخل للدار تاكي سمعونا يا بروبلام او جاسب صافي او جاب الميتره جاب كل شيء معاه بسيطه بسيطه انا خرجنا بالوقت انا خرجنا
OK. كومونتير 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 اسمه العلالي فارس قالكم ان شاء الله تكون نتيجه تاع تاسيس جمعيه حي الكثبان 5 من عماره الف و5 من عماره با توكلوا على الله. الله يكثر كما قلت انت مقبله. شكرا هذه منيحه. جمال نعمان جمال نعمان قال لك اسكو البلديه راهي تمت البيجي للجمعيات ولا لا لا ويسقي الله اعلم. ما كاش ما كاش ما كاش يا نعمان خلاص 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 عندك الحكايه خلاص خلاص اسمع صافيك صافيك يعاونك بروطه ولا يعاونك فاشيه تاع هذا ما حاشاك من هادم طريقة معليش دوكا دوكا احنا نتشجعوا نعاونوا الكوميتي هادو لي سيتوايان كل دار كيما يقول لك راهي ضمانه في الجمعيه هذه تاع الكارتي هذه. حنا انا حبيت نخرج حاجه جاب لي ربي وقد تفقوا معايا ولا ما تفقوش هذه ماشي عندنا ما يشروش. نقولوا ان اكزومبل 50 كومبينيزون 50 كومبينيزون وهذوك ال 50 من اللور مكتوب حي الكثبان ولا كحوله باش ما يسرقوهمش ولا يحطوهم في الجمعيه واسمو كش لوكال تاع الجمعيه لا عندهم كش بلاصه وين كون نقولوا زوج جمعات اللي جان يخرجوا يعودوا كما قال لك صفصافي هذيك بكري يلعبوا بالون ليب ونتلاقاو بهذو لي كومبينيزون كي اللي جان يلبسهم يخدموا الحومه عبك باطمه جديده وقديمه وديك قدامنا 632 كاع يستخنوا لي كومبينيزون يتعاونوا يعودوا قهوه والى اخره خير من تكا اوتوموبيل دي غوتيين هذا قطع في هذا فارغ هذا عجز هذا الى اخره. هذا ما كان هذا لازم لارجون لازم دراهم باش تورغانيزي الامور كيسكان دار انا هضروا رانا رايحين ليها لي سيتوايان كاع ولاد حومه كاع نتشاركوا فيها لازم يكوتيزيو باش تقدر دير هاد هي مليحة بوني دي حسن تعمل باسمو كومبينيزون خلي يا شعب دير ميكانيسيون كومبينيزون نلبس سروال بيض انا راه نروح نخدم كومبينيزون بالك نوردين بالك نوردين يجيب لي هذا الحمر لو لابسو مليح مليح اه لي صالوبات هادو عندي خوه زرق عندي خوه في البلاد زرق عندي كاع لي كولر فعلا ماشي مليح هذا والله غير مليحه كومبينيزون يحطوا في بلاصه ولا تحاولوا يسيقوا يتعاونوا نعم حسن ريبوندي نعمل قبل ما يقول على الجمعيات اللي عندهم سيفونسيون مع البلديات لازم يكونوا الجمعيات حنا كان ابسونس توتال تاع الجمعيات وهو يبوز بروبليم تاع السيفونسيون كاش دراهم ما كاش خلاص صافي نجاوبك ما كاش تدعيم مالي ما كاش زيرو دينار احيا ما عندهم كل واحد براسو كل واش صافي كل جمعيه واش طارتها شوف لازم نتايا الكوتيزاسيون بينك وبين جماعه تاع كارتي ما يعطوك والو يعطوك غير البلديه ما يعاونوك ماديا ما يعطوك لاكريمو واش يعاونك بلاكريمو الا عطاو لك برويطه ولا هذا برويطه تعاون الناس والله ما عطاونا ديمونديناهم ما عطاونا ماتريال ديمونديناهم امين 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 اروح نعطيك برويطه عندي والله غير حيت هذه فم يا شيخ هذاك شيخ عندي فلاكا والله اروح اروح نعطيها لك اروح شوف يجيك زدنا مع خدامين أنا... زدنا شويه خدامين خلاص برويطه وزدنا شويه خدامين كاع نروحوا نخدموا الله يصبر يا سيدي والله العظيم حسن اسمحوا لي والله غير من هذه انا نقصر احنا شغل انا جايبينها قصره لا لا صح نسيو لا 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 ماشي قصره هاو الشيخ هاو الشيخ يلا نعطيك برويطه وامين راه هنايا وانا ثاني راني تما نزيدوا اللقطه شويه عباد نبداو نقو شوف عندنا استاد مرباطي ما نروحوا نقو هذا الاول انا والله انا الاول راني شوف بيني فول انا راني معاهم انا الاول انا كنديروا لهم النشعه شكرا والله أساس غير نبداو نخدموا نسقسوا الباطيمة اللي تكون امين نرفضوا الباطيمة جديدة نقو نورمال شكرا نسقمو حومتنا انا راني واحد لو كان نلقى لي معايا والله غير نبدا تريبيا حاجة مليحة مليحة
باغي حاجه ديمونديها شي خصماتي هنا بار اكزومبل. هنا عندنا في بلجيكا مدرسه شاك زعما نهار في السيمانه ولا مره في الشهر يخرجوا دي زيلاف يلبسوا لهم دي جيلي جون ويعطوا لهم دي ليغو والعفايش باش يهزوا لي بوبال لي ساك يبقى يدوروا في لي كارتي سي دي زيلاف. هنا يديروها بزاف هنا في بلجيكا على خمسة الكبار يشوفوا ولادهم ينقوا باش الكبار يوليو عنده تاني يشوفوا ولادهم ينقوا على المدرسه. شيخ سمعتي كيديروها هذه؟ انا سمحوا لي ما في اوروبا اير 10 دقائق نولي من فضلكم سمحوا لي يا دوك نولي. شيخ سمعتي عطيني جواب من فضلك دوك نجاوبو دوك نور الدين. احنا بكري كنا كل عطله قبل العطله نيتوايو لا كلاس دو جافيل ما نيتوايو طوابل في ليكول بصح ما لينا جامي ريكلاما. دروك انت احنا في ليكول في ليكول ممكن شفتوا في الجابون يا اخي متقد في الجابون على بالك ما عندهمش لي ما عندهمش لي فامينا في الجابون الدراري هما اللي يطويو لا كلاس تاعهم. احنا دركا تقول له الطفل اللي يطوي لا كلاس تاعك خليت عليك يجيبها والله غير مدرسه نعطيك ما نذكرش اسم المدرسه درت نيتواياج في ليكول يا واحد لي بارون كتبوا بها قال انا وليدي ما وصل الله جاي يقرا لي بارون داروا فيها مدير التير نسيت خرجوا برا الناس خافوا ربي لي بارون تبدلوا العقليه تاع لي بارون تبدلت فيكم شي نهار شي نهار نصور لك لي زيلاف ولي قرا ولدي هذا كيفاش على بالي على بالي على بالي ديجا داو في الطريق قام ينقوك شي نهار بعد كان فيديو نور الدين بلا ما تبعث لي نور الدين على بالي ديروها. انا شفتها في الجابون ما كانش لي فامينا في الجابون ما كان الشيوخ تاعهم معاهم الشيوخ تاعهم معاهم اللي فاهم هكذا يبقاو يديروا كاع لو كارتي ينقوا كاع ايتي وغاشي كان يعاونوهم بحال اللي ما نقول لك شو مديرة ما نقول لك مديرة في 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 المحمدية هذه نقولها لك دايرة دارت جروب تاع الدراري كل يوم جروبي نتوي ساحة وكتبوا بيها وش بيك كتبوا بيها الأكاديمي دارت جروب كل يوم عشرة ينقوا الساحة كتبوا بيها وش بيك او خاف ربي يا سمعتي حبيس بك جلول حبيس بك جلول جلول اسمع فيا اخويا هو يسمع امين راهو عضو مع الكوميتي لا امين ممبر فونداتير مؤسس مؤسس عندكم كومام عندكم كوميتي نو عندنا بارك الله فيك حبي نسقسي جلول هاو الشونتيو يا جلول خويا هاو الشونتيو راه قدامك راني نشوف فيه راه قدامك راهم عندهم كوميتي راهم يعانيو راهم يسوفرو تما حبي يقول كاس كرمت هذه هي تما لي ماتور كيما نقولوا ما كاينش لي منك تاع دردك انا نهضر مع يا مصطفى امين عندهم كوميتي او يسوفري ها هو مصطفى شكرا على هاد العباد مصطفى نجاوبك ما فيش نعطيك جواب ما يكفيش لي زيكري انا نتبع لي كري تاعي كيما قال الجلول ندير لي كري وزيد نطلع نطبطب الباب انا نكتب بريو اسمح لي البلديه هذيك ترى قال لكم ديروا كوميتي يا ناس هذه كوميتي هاو لي شونتيون امين عنده كوميتي راهو يبرحوا والو بعثوا براوات ما كانش تروح لهم ما كانش تهضر معاه الله ما راحوش لهم لا لا ما راحوش نجاوب انا خاطر انا رحنا للرئيس البلدية رحنا للاعضاء المكلفين بالامور هذه علاش رئيس البلدية باش يكونوا واضحين ما درناش رينيو مع رئيس البلدية هكا درنا
احنا كاين تعبئه كاين وهذول ما رحناش رايحين. هاي والله بارك الله خلاص باش يكونوا امين. امين انا غدوه ان شاء الله اذا ما شو امين ان شاء الله الا كان عندي غدوه وقت انا نروح رئيس بلديه صافا. معليش صح نديروا حاجه شابه وكاين النائب الرئيس راهو معاكم هنا العليلي فارس اللي بعت انا والله غير يعني خدام غدوه الا كان عندي الوقت نجي معاك او كاين النائب الرئيس حاب يتصلوا بك ويطلع معك ولا يطلع معك يطلع معك الرئيس. وش كذا لي وجه الله بارك الله فيك يا اخوان نشكرك على المبادره حاجه مليحه بارك الله فيك حاجه مليحه بارك حنا ما قدرناش نلحقوا الميساج بالك انتم بار بالك يسمعوا لكم خير منا بارك حنا شويه شوف انا شوف انا كمدير على بالك انا كمدير مدرسه ندير في البيرو دورت ويعطيني لاكيزي تاع البيرو دور ونطلع للمير ولا الامين العام نعطيها له في يده على بالي شنو يصرى في البلديه. فهمت علاش قالك جلول؟ فهمت يا الامين كيفاش ندير؟ نروح البيرو دور ندي ثلاثه واحده خليها بيرو دور واحده عندي واحده نطلعها للكونسيرني ونعطيها له. عمل ماما فيديو عمل بلاصة هذيك اللي فيها الدوشي عملها فيديو قول له شوف اللي راك تشوف ودار العمري ودار العمري دار دوفوا العمري لا لا ما باش يجي باش بالك ما تخشيش باش شاف العمري دي على بالك على بالك يا امين والله غير كاين امور كيما قالك جلو لي والله ما هم يوصلوا كيما عندنا احنا في الوزير ولا الوالي ما عليا ما يوصلوش معليش ماتي ما يوصلوش بالك نوافقك بصح هذا الامر قريب للبلديه تاعك على بالي انا معاك كارتي بعيد وكان في كارتي بعيد ولا مخبي بالك نقول لك نوافقك امين صف صافي قال صف صافي كاين قال لك كاين 21 عضو 23 على بالك اللي راهم ايه البلديه على بالك على بالك اللي راهم يبانوا ثلاثه زوج ولا ثلاثه والباقي كاع ما كاش. نقول لك انا مواطن شوف شيخ سماتي انا مواطن ناظر يا جماعه حسن شوف هذا الله علاش نسمع ما ليش نسمع الزف زف زف راسي وجعني على بالكم والله كيف سينو نخرجوا كاع نعاودوا ندخلوا نشوفوا انا راسي انا ثاني وي جلول وي انا نسمع فيك انت راك بعيد في الصور بعيدو بارو باف 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 حين الزف هذا حسن امين ماهوش من عندي يا ماشي من عندك راسي ويوجع على بالك عندك صافي شوف دقيقة ريحوا كيما راكم هذوك نقول لكم شكون شوف راه دير دقيقة مصطفى ما تهضرش من فضلك اسمح لي دقيقة ماهوش معك صافي ماهوش عندي ياسين ماشي عند امين ماشي عند نور الدين او راح دكا مازال ماشي مصطفى راح مازال راح ولا مازال ما على بالي يا امين امين انا نشوف راح انا عندي دوكا عاودوا شعلوا عاودوا شعلوا دوكا انتوما
والله يتحرونا ويجي ما فهمت والو يا دوكا راح دوكا راح دوكا ايه هذاك لا لا عاد ولا امين اخويا انا نعطيك حل واحد اخر اخويا او راح دوكا مانيش نسمع جلول اشعل اشعل تاعك جلول مانيش نسمع جلول مانيش نسمع مانيش نسمع جلول جلول مانيش نسمع مانيش نسمع مانيش بالك اويا دور مانيش نسمع راك تسمع لي هكذا مانيش نسمع صح عندك راك تجي ريسيبشن يا اخي طال الحس بارك الله فيكم جيت بين العربي ولي وحق كنت عازي الأيوب وسليم وسلمى ربك حسن كان غرفة رايدوسكم شنو هذا كان حسن كان غرفة رايدوسك فيكم قدمت عازل قدمت عازل أيوب وسليم وسلمى إيه. إيه. إن شاء الله الله يحفظك فهمت إنه هذا فهمنا والله يرحمهم هذول اللي ماتوا ربي يرحمهم تعازل يرك تعازل ودك تنحى الحس هذا تنحى الحس دوك ما كيو راسي على بالك راح يوجع على بالك بالك الحس هذا ثاني راسي يوجع على بالك على بالك شغل نضرب باراسيتامول ويرزم حسن وراح ماهوش يهدر حسن دوباب دوباب الدوباب هو اللي خلطها نو نو اسمحوا لي او جلو العود ولا اسمح لي دوكا راهي مليحه دوكا راهي يا او راح كاع يا امين اخويا اخي واسمو لاكوزي وعندك وعند البرايس وعند معليش انت جيبي كوبي اعطيها لخالد المروكي تعرفوا خالد المروكي خالد تعرفوا ايدي هنا نعم ايه هو اللي وحاكم بلومبيرون شوف اللي نهضروا في البريفير ما كان نحكوا هكا ما لا لا اعطي له كوبي دبر راسه مع المير وين حق الميساج للمير هذا ما كان خليها هكا خلاص ما كان ندخلوا انا تاخذ رايي انا تاخذ رايي شيخ سماتي شكرا سماتي يا اخويا خلاص فهمنا فهم ما نفهم واش نقول لك خلاص خلاص فهمتك فهمتك روحوا للبيت خلاص داكور هذا وكيف ان شاء الله في اخر ان شاء الله نكونوا خرجنا بنتيجه ان شاء الله بربي ان شاء الله احنا نهضروا احنا راح نستفادوا لنا قوله جمل احنا نهضروا المصلحه العامه ما ناش نهضروا على المسألة. لا لا هذاك هو عندك الحق عندك الحق رانا نهضروا على المصلحه العامه ما ناش نستفادوا حتى انا معك قلت لك انا معك كامل هذا ما كان ما احنا نناقني جمل واحنا كي ننقدوا ولا نبينوا الاخطاء ما عندناش تسوية حسابات ولا أمور أنا نهضروا على باش نسقموا الأمور برك هذا ما كان باش الناس تفهم واش رانا ندير ما نهضروا هذا ما كان يعني ما رانا إكس ولا إيكغريك حنا رانا نقولوا من الأحسن للناس تخدم خدمتها وخلاص هذا واش حبينا حنا نحبوا الناس تخدم خدمتها هذا واش رايي هذه حسنا نروح ثانيك أمين الله يسترك خويا شكرا أمين الله يسترك امين امين شكرا شكرا امين الله يسترك هذه هي منيح نتناقشوا على موضوع تاع الحومه يا وي عجب له ان شاء الله يتعاونوا كاع ياسين فهمت ولا تحوم هم ويتعلموا والله غراني معاهم خويا حسن للاخر كاع وانا قلت لك مانيش اسمه مريح في اليدين العجوزه يتم انايا وشنو نجي حومت يعني نجي نكسر بالون من داك نجيب تاع لا سوسيتي تاعنا نلعبوا تما ندير وانا ثاني ندير لهم جاست ان شاء الله نهار ثلاثه ان شاء الله نلعب تما
نجيبوا معنا لي ساك بوبال تاع الخدمه معايا لي كادر معايا خدامين معايا الله نجيبوا ساك نقوموا رباطيمه ويقول العمر يجي صورنا ولا دبر راسه نهار مبادره تما نجيبوا معنا لي ساك بوبال نقوموا رباطيمه الله يسترك طلب يعاليك عبد كي ديماري هكذا نفرحوا بكم ديجا ستان بليزير لا لا والله غير نجيب معايا دي جون يخدموا معايا في لاسوسيتي معايا في شركه نجيبهم راح يلعبوا تما بالون نقول لعبوا في ستاد نجون سيو نجيب معايا لي ساك بوبال والاخر قبل ما نلعبوا ان شاء الله الماتش نقوا ستاد نقوا مرباطيمه نقوا حتى الغار تاع درتيتاق فهمت قموا الحاله تما ونلعبوا ان شاء الله ماتش وتكون بالك هذه تبدا منا ان شاء الله الله يسترك بدره هذه نديرو فيديو نديرو فيديو دي مباشر ان شاء الله اخويا ان شاء الله غير ان شاء الله مري ان شاء الله يجي صور تما نجو نقو قبل ما نلعب ان شاء الله نهار ثلاثة خمسة نهار ثلاثة تليفوني لي نشوفوا واش كنتو تكونوا واجدين نشعلوه ديريكت لايف والناس تكون كاع يتفرجوا فيكم ستان بليزير كاع على ربي ان شاء الله اخويا انا حسن هاو العمري ولا امين يعرفوني كوكسيسوا اي حاجه نعاونهم فيها والله غراني معاهم انا الاول اللي نبدا خدام ماشي نبدا كزعما مومبر ولا مسؤول ولا عفسه انا خدام باش على حومتي على جال الله يسترك هذا ما كان بيني فول نعم الله يسترك ايوه على ربي الله يسترك هاك اخويا تصبحوا على خير الله يسترك الله يعطيك ما تمنى اخويا ياسين شكرا شكرا ياسين شكرا الله يسترك السلام عليكم طبعا راح يكون طعام مصطفى هكذا يخرج ويولي راوي سخر مصطفى بكبيره سخر ما نقدرش نحبسه يزعب عليا باك نحبسه لا هو مصطفى عنده حق في حوايج صح هو يحكي على السيستم تاع اوروبا نعم نعم تاع البلاد في اوروبا تاعت البلديه يجي خدمتهم نورمال يقول لك حنا مسؤولين بهذاك الشيء وكذا وبليغاتوار في الجزائر سيستم اخر سيستم لازم لي عايش في البلد اللي يعرف لهم السيستم تاعهم الله يجيب الخير خلاص تما زالك هنا انا باغي لكم وصيه ربي يعاونك خويا نور الدين هذاك هي نغلقوا هذا ما كان عينا غدوه ان شاء الله ما تحتاجوا ربي يعاونك خويا اوكي نخليها لهم مفتوحه اللي حاب يدخل يقصر قصص غدوه ان شاء الله نور الدين الله يسترك شكرا الحمد لله راه الجماعه قصت اليوم قصت على الكوميتي هذه تكارتي قصت على بينيفول قصنا اون جينيرال ما نتكلوش على البلديه ما نتكلوش على لوبيجي نديروا اللي علينا كما كنا نديروا بكري لا حب تعاونوا قدرت اللهم بارك لا ما قدرتش يا خو نخدموا حومتنا وخلاص الهضره باش انا ندار معهم وانت تدار معهم ولا يا خو ان شاء الله ما تكونش هكذايا ومتعود موتيفاسيون بين ولاد حومه يتعاونوا يتعاركوا يخدموا الى اخره باش انا نلوح الخماج ونبكي ونحلل في البلديه انا ندورو كي الزربوط ما نلوحوش الخماج وننقوا ماشي نلوحو الخماج وما ننقوش هاو واش نقولوا حنايا يعني.